مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديد من المحترف في الدوري المصري. هي حلقة جديدة معاكم بنتواصل فيها الحديث عن مختلف ملفات الكرة المصرية، أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي. وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت الحقيقة كلنا ولسه كلنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى يقوم بالسلامة السيد الوزير العمري فاروق، اللي الحقيقة كلنا يعني منتظرين إن شاء الله عودته بسلام وصحة وأمان إن شاء الله لبيته، إذا كان بيته الأول أو بيته الثاني اللي حضراتكم شايفين الصورة. كلنا بندعي وكلنا بنقول يا رب. وعايز أقول لحضراتكم الحقيقة كنت سعيد جدا يوم الجمعة أو يوم الجمعية العمومية الحقيقة للنادي الأهلي الأسبوع اللي فات، اللي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة كانوا الحقيقة حريصين جدا على وضع كرسي باسم السيد العمري فاروق، الحقيقة في رسالة واضحة إن إحنا كلنا منتظرين إن شاء الله ربنا يقومه بالسلامة، وإنه كرسيه في النادي الأهلي يعني فارغ والحقيقة مفتقدينه بشكل كبير جدا جدا. يا رب يا رب إن شاء الله يشفيه ويرجع لبيته النادي الأهلي ويرجع لأسرته بألف صحة وبألف خير. الحقيقة خلاص فترة التوقف الدولي انتهت على مستوى العالم كله، سواء على مستوى القارة الأفريقية أو أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم 2026، أو على مستوى أوروبا كان في طبعا التصفيات المؤهلة لليورو 24 اللي هتقام إن شاء الله في ألمانيا. المنتخب المصري الحقيقة حقق المطلوب منه في الفترة الأخيرة، هي العلامة الكاملة في بداية وانطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. 6 نقاط مهمين جدا جدا، والناس اتكلمت الحقيقة بشكل إيجابي. خلينا نتكلم بكل أمانة، بالرغم تواضع المنافس الحقيقة لو كان على مستوى جيبوتي أو على مستوى سيراليون، فالحقيقة كان المهم دايما بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم كان مهم جدا البداية بالفوز وال6 نقاط. ولما تبص بعض النتائج التانية على مستوى أفريقيا هتلاقي فيه مفاجآت كتيرة، يعني مفاجآت على مستوى منتخبات كبيرة زي منتخب السنغال بيتعادل في المباراة الأخيرة، عندنا منتخب غانا برضو. لكن الحقيقة المنتخب المصري أدى بشكل مش هقول بشكل ممتاز، لأن المنافس إلى حد ما منافس متواضع، لكن النتيجة كانت إيجابية جدا ونتيجة مبشرة الحقيقة. لسه عندنا مباريات كتيرة إن شاء الله، لسه عندنا دي كانت الانطلاق الأولى، عندنا منتخب قوي منتخب بوركينا فاسو الحقيقة يمكن من المنتخبات اللي ممكن تزعج شوية المنتخب المصري، لكن الحقيقة بأداء اللعيبة وبإصرار اللعيبة وتصريحات اللعيبة بعد المبارياتين في إصرار واضح جدا وفي التزام واضح جدا إن شاء الله نكون متواجدين في كأس العالم 2026. ولو ما رحناش كاس العالم 26 يا جماعه هتبقى بصراحه يعني هتبقى عيب كبير جدا جدا، انك عندك 9 مقاعد في افريقيا وان منتخب مصر ما يوصلش. كمان مع المجموعه اللي احنا موجودين فيها الحقيقه احنا شفنا المجموعه كلها وشفنا المنتخبات كلها، الحقيقه احنا قادرين وعندنا الامكانيات ان احنا نوصل ونوصل من بدري. يعني دايما التصفيات الأفريقية المؤهلة كأس العالم بتبقى فيها شوية مطبات كده، مش عايزين المطبات دي الحقيقة. بداية كانت قوية جدا، إن شاء الله نستمر في هذه المسيرة بالفوز خارج الأرض وداخل الأرض عشان نكون أول إن شاء الله متأهلين لكأس العالم 2026. هناخد من دوت بعد توقف كل الأندية على مستوى العالم خلاص رجعت للمسابقات المحلية، ونادينا طبعا النادي الأهلي العظيم كمان رجع لنشاطه واستعداده طبعا لمباراة أو بداية البطولة الأفريقية دور الأبطال، يعني اللي احنا الحقيقة من البطولات المحببة جدا وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية جدا للنادي الأهلي. بكرة عندنا ماتش مهم مع ميدياما الغاني، فريق مجهول بالنسبة لناس كتير، وعشان كده النهاردة الحقيقة معظم حلقتنا هنتكلم على هذا الفريق. الفريق ده جه ازاي، اتكون ازاي، مدربه ازاي، وضعه في الدوري الغاني ازاي، اللعيبه المميزه مين. الحقيقه هنكون عندنا تحليل كامل لهذا الفريق قدام حضراتكم، وكمان عندنا يعني مداخله مع نجم كلنا بنحبه. فمعانا دلوقتي نجم من نجوم النادي الاهلي، الحقيقه مر على النادي الاهلي مهاجمين كتير جدا كان ليهم بصمه، ولكن يبقى المهاجم اللي هنسمع صوته دلوقتي من علامات المهاجمين واللي الناس الحقيقه وجماهير النادي الاهلي اتعلقت بيها بشكل كبير جدا. معانا ومعاكم فيليكس من غانا. فيليكس
We are very happy that you join us here in الأهلي. How are you, my friend? صباح الخير يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فيليكس. احنا سعداء. اكلمك عربي ولا انجليزي يا فيليكس؟ شوية شوية. احنا طبعا سعداء بوجودك معانا هنا في قناة النادي الأهلي, و really proud that you are with us here in an أهلي channel by our TV show. First of all, how are you? How is everything? I'm fine, thank you. Everything is fine. Great. Felix, we're going to, as you know, tomorrow الأهلي going to play against one of the team of Ghana, Medeama team. What do you think about this team? Because most of Ahli fan, and also we don't know a lot about this team. What do you think about this team? Medeama is a very good club. They have good financial background and they have got good quality players. So I believe tomorrow against Ahli, it's not going to be easy for Ahli. And I know it is going to be very tough, but with Ahli in good form, I know Ahli will win. Surely Ahli will going to win this match. طبعا فيليكس بيقول ان يمكن فريق ميدياما فريق يعني الناس ما تعرفوش كتير, لكن الفريق عنده عناصر جيده جدا, فريق قوي, عنده بعض الامكانيات اللي ممكن يعني يستغلها, لكن في الاخر النادي الاهلي كمان قادر على الفوز. فيليكس, As you know that الأهلي going to start the big tournament about Champions League, African Champions League. What this important for الأهلي about this championship? Because as you know, you play with الأهلي so many competition. So as a player, what is this important tournament about the Champions League of Africa? Yeah, I was very, very angry when Ahli lost the championship and lost the Super Cup. Yeah. I was very, very angry because I know Ahli is a very big club, and Ahli, they don't lose in final, but Ahli lose last time championship. I was very, very sad. I know Ahli, they can organize themselves very well, and this Champions League, I know they are going to do excellently very, very well because Ahli is a big club, and I hope they are going to do very, very well. When they score and they win, I'm very, very happy in Ghana. اوكي فيليكس طبعا بيقول بطوله اكيد بطوله مهمه جدا وبيتاهل للسوبر الافريقي, ده دايما ودائما البطوله الافريقيه هامه لاعبي النادي الاهلي, وانه كمان هيبقى سعيد كمان لو النادي الاهلي فاز في هذه المباراه بكره امام ميدياما الغاني. فيليكس, I just want to talk about your memories. You have a lot of memories here with الاهلي club. Tell us about this memory, some of your memory here in الاهلي. My memory is in when we play against Zamalek and we beat Zamalek and they don't play again and they leave the field. That was my greatest memory I always remember because playing against Zamalek is always a memory for me. And I score against Natal side, one of my memorable goals, and I can never forget about that. Playing beside Osam Hassan is one of the legends of Egypt, is one of my greatest memories. And play with Hani Ramsey also, I like him very, very much. And I hope one day I'm going to meet him and say salam alaikum to him. Thank you Felix. طبعا فيليكس بيقول عنده ذكريات كبيرة جدا وكتيرة جدا في النادي الأهلي, ودايما ذكرياته متعلقة بالنادي الزمالك وأنه أحرز هدف في نادر السيد, وكمان على مستوى اللاعبين اللي بيحبهم جدا ولعب معهم الكابتن حسام حسن. وطبعا أنا يشرفني طبعا فيليكس أن أنا أكون وتواجد ونشوف بعض قريب إن شاء الله. طيب عايزين نرجع معاك لفريق ميدياما الغاني. What about the strong point in the team of Medeama and what the weak point of this team? Medeama, they are a normal club. They don't have superstars. They don't have, like Ahli have superstars. Medeama is a normal club. Their weakest point is their defense. They cannot stand pressure. When you give them a lot of pressure, they cannot stand pressure, and they will lose a lot of goals. They don't score a lot of goals also. Yeah. They cannot score more than 2 goals. So I believe playing against Ahli this time around, if Ahli give a lot of pressure, they put pressure to Medeama, I think they are going to win a lot of goals tomorrow.
اوكي طبعا فيليكس بيقول ان يمكن فريق ميدياما ما فيهوش نجوم كبيره على مستوى نجوم النادي الاهلي، وبيقول انه كمان نسبه احرازهم للاهداف بتكون مش نسبه كبيره، وبيقول ان النادي الاهلي لو مارس الضغط العالي والضغط بقوه على فريق ميدياما ممكن جدا يكون عنده فرصه للفوز بشكل كبير. That takes me to the coach of this team. The coach of this team in the press conference, he just say we go to Egypt and we going to not to lose against Al Ahly. What your comment? What your opinion about this? When a coach say he's not going to lose, that means he's going to play defensive play. When a coach say he's not going to win, but I hope he has to say I'm going to win against Al Ahly. That is as a coach, a good coach has to say. But when a coach says he's going to not to lose, it means he's going to pack the bus, he's going to pack the defense, and make sure that Ali never scores. So I believe if Ali gives a lot of pressure to him, their defense will crumble and Ali will win. And you think what he said just put more pressure on his player and his team, right? Yes, it put pressure on the defense, and the defense will crumble and they will lose a lot of goals. They are not going to open up play. They are going to put more defenders and more midfielders and maybe play one counter attack and play one striker and play counter attack. So if Ali put pressure, I think their defense will crumble and Ali will win the game. طبعا انا سالت فيليكس على التصريح اللي قاله المدير الفني لفريق ميدياما الغاني، وقال ان احنا رايحين مصر ومش هنخسر من النادي الاهلي. قلت تعليق ايه فيليكس او رايه ايه في الموضوع ده، فقال هو الحقيقه كان ممكن يقول ان احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه، لكن ان هو الفصل ان احنا مش هنخسر من النادي الاهلي ده ممكن بيحط شويه بريشر على وشويه ضغط على لعيبته. وبيكرر تاني فيليكس ان في حاله ضغط النادي الاهلي بقوه على هذا الفريق ممكن يكون عندنا الحقيقه فرصه كبيره جدا جدا للفوز بهذه المباراه. فيليكس I wanna talk with you about the league there in Ghana. Actually the league is not really good enough. And the change, the big names in Ghana as a club is disappeared. What you think about this? It's the map is changing there in Ghana league. What you talk about, and if this some academy they have the chance, more chance to transfer the player to Europe, or tell me about the league in Ghana. What's about the league in Ghana now? The league in Ghana, the financial problem for many clubs because they cannot pay the players very well. So any good player who comes out from Ghana, they travel, they go outside, they want to go and play in Europe, they want to play a good Middle East, they want to come to Egypt and other things. So the big club, Asante Kotoko and Accra Sofok, they are not doing very well because they don't have good players. All the players, they want to leave. So it's been a very big problem for all the clubs in Ghana now. So the level of the players in Ghana is going down. And the biggest club in Ghana, Accra Sofok and Asante Kotoko also is going down because the financial situation in all the clubs is not so much good. And all the players, they want to play outside, they want to go. So now there's not much good quality players in the Ghana League and all the players want to leave. طبعا انا سالت فيليكس الخريطه على مستوى الغانا على مستوى الدوري الغاني الحقيقه فيها تغييرات كبيره جدا جدا، وهنشوف مع حضراتكم كمان البنيه الاساسيه اللي بيتلعب عليها الدوري الغاني بنيه اساسيه متواضعه للغايه. سالت فيليكس على اختفاء الانديه الكبيره زي اشانتي الغاني غير متواجد، قال لي عندهم الحقيقه عندهم ازمات ماليه كتيره جدا جدا، و اي لعيب مميز الحقيقه كان بيخرج وبيحاول يروح لافريقيا طبعا على راسهم النادي الاهلي او بيطلع لاوروبا. فيليكس وي ار ثانك يو سو ماتش فور بينج ويز اس اند وي لوكينج فورورد تو سي يو سون ماي فريند. Say hello to Henry Ramsey for me. Tell him I like him very much thank and you. I want to see him one day. Thank you فيليكس. All the best. Good luck. Okay, thank you. ده كان لقاءنا الحقيقه مع فيليكس احد المهاجمين المميزين الحقيقه في النادي الاهلي، واللي يمكن جماهير النادي الاهلي اتعلقت بيه بشكل كبير جدا. كان مهم جدا نعرف رايه كمان في مباراه بكره النادي الاهلي امام ميدياما الغاني. والحقيقه فريق ميدياما
دلوقتي بيحتل المركز الثامن في دوري الدوري الغاني، ويعني كان بينه وبين الاول حوالي 5 نقاط. وبالتالي من خلال النهارده لقاءاتنا مع الدكتور احمد بيومي هتشوفوا الفريق دوت نقط الضعف والقوه فيه، هنشوف بعض الفيديوهات ازاي ممكن يحرزوا اهداف، نقط ضعف الخط الدفاعي. الحقيقه عندنا تحليل كامل لهذا الفريق. الحقيقه اللي كان مفاجاه وصوله لدور المجموعات في البطوله الافريقيه، الوافد الجديد الحقيقه، ودايما بيكون في حذر شويه من الوافد الجديد، لازم نحترم الخصم بايا كان اسمه الحقيقه، لان البدايه مهمه جدا جدا. وطبعا عارفين ان مجموعه النادي الاهلي بتضم غير مديمة طبعا بتضم فرق كبيره زي شباب بوليسداد الجزائري ويانج افريكان التنزاني الحقيقه، فمجموعه مش سهله، والبدايه مع فريق على الورق الفريق الاضعف في المجموعه، فان شاء الله كل التوفيق والفوز بكره ان شاء الله. نرجع تاني زي ما قلت لحضراتكم، زي ما حضراتكم عارفين ان طبعا النادي الاهلي تاهل للدور ده ودور المجموعات بعد يعني فوزه على فريق سان جورج الاثيوبي باجمالي نتيجه 7-0، وكانت الحقيقه بدايه قويه جدا جدا. عايزين نكمل على كده، عايزين نكمل على هذا النمط الحقيقه، والبدايه ان شاء الله من بكره كل التوفيق لفرقتنا، وباذن الله يكون عندنا ان شاء الله باذن الله الاولويه، خاصه في بدايه المباراه والشوط الاولاني ان شاء الله باذن الله يكون على الاقل 2-0، نسهل الامور على نفسنا باذن الله. هنتابع مع حضراتكم ازاي كولر بيفكر في المباراه، استعدادات اللعيبه عامله ازاي، التشكيل كان ممكن هيخش مين الغيابات اللي هتكون موجوده بكره ان شاء الله، كل ده هنغطيه مع حضراتكم في حلقه النهارده. طيب خلينا قبل ما نتكلم عن الاهلي كمان بفكر حضراتكم كده بمجموعات دور ال 16 في بطوله دوري ابطال افريقيا الحقيقه، وكلها مجموعات زي ما بقول لحضراتكم البطوله المفضله للنادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين دي المجموعه الاولى، واعتقد عايزين نعرف نتيجه بيراميدز. الحقيقه بيراميدز كان بيلعب النهارده بيراميدز فاز بنتيجه 1-0 على فريق مازيمبي، وبدايه قويه طبعا لبدايه دي المجموعه الاولى، بيراميدز ومازيمبي وسان داونز ونوازبو ده، والمجموعه الثانيه اسيك وجالاكسي وسيمبا والوداد. والنهارده بنبارك طبعا البيراميدز على النتيجه النهارده، الهلال الترجي النجم الساحلي بترو والواندا دي المجموعه الثالثه، الاهلي شباب بلوزداد ماديما الغاني ويانج افريكانز التنزاني المجموعه الرابعه. وزي ما اقول لحضراتكم عايزين ان شاء الله بدايه قويه، المجموعه زي ما قلت لحضراتكم مجموعه مش سهله الحقيقه، يعني شباب بوليسداد فريق محترم، يانجز افريكان التنزاني حصل على الكونفدراليه وعنده لعيبه مميزه جدا، ان شاء الله كل التوفيق في بدايه المشوار بكره ان شاء الله. طيب كمان زي ما قلت لحضراتكم يعني عندنا اخبار كتيره جدا، وعندنا يعني تحليل كامل للمباراه بكره ان شاء الله، مين اللي هيكون متواجد، الغيابات هتكون مين. زي ما قلت لحضراتكم من فترة طويلة كان طبعا عودة النادي الأهلي بعد فترة التوقف، بداية التدريبات، الاستعدادات المهمة جدا 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 للمباراة والبداية بكرة إن شاء الله. والحقيقة ما كانش فيه توقف، يعني ما كانش فيه راحة سلبية، معظم لعيبة النادي الأهلي رجعوا من المنتخبات سواء على المنتخبات الأفريقية أو منتخب مصر اللي كان بيضم عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي. وقدام حضراتكم طبعا الاستعدادات، ده التدريب النهارده استعدادا ان شاء الله لدخول المعسكر بعد التدريب استعدادا لمباراه بكره. كل التوفيق على الجانب التجميع، على جانب كولر بيفكر ازاي. الحقيقه كان عنده اجتماع مع اللعيبه ويمكن يتكلم معاهم بشكل جدي جدا، ان البطوله بدايه البطوله مهمه، في بعض السلبيات اللي اتكلم عليها الفتره اللي فاتت ان شاء الله دي ما تكونش موجوده، عايزين ان شاء الله كل الناس تبقى عندها نرجع للموسم اللي فات، عندك قدرة هجومية رائعة جدا، ولكن للأسف الموسم ده عندنا شوية دفوهات على مستوى الدفاع، ما بتكلمش كأفراد بتكلم كجماعة، عندنا شوية أفراد رغم التألق الكبير جدا 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 لمحمد الشناوي مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر، الحقيقة اللي مستواه الحقيقة رجع تاني للتوب ليفل لمحمد الشناوي، لكن الاستعدادات لازم تكون على جميع المستويات زي ما بقول لحضراتكم، الكل مستعد. التدريبات كانت النهارده تدريب يمكن تدريب مش قوي شويه، لكن بعض الاحماء وبعض الجمل التكتيكيه اللي بياكد عليها كولر اللي ممكن جدا تتنفذ في مباراه بكره، الكل مستعد الحقيقه، والكل بيناقش وكل مستعد لهذه المباراه.
على مستوى الاصابات هنتكلم فيه طبعا بعض الغيابات عن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اللي هيكون موجود بكره في المباراه يسد ويكون على مستوى المسؤوليه. عايز اقول ان الموسم ده موسم صعب، وزي ما قلت الموسم اللي فات كان موسم استثنائي، وكولر بيطلب من لعيبه تكرار هذا الموسم. هو طبعا صعب جدا تكرر موسم كان عندنا 5 بطولات الحمد لله كل بطوله دخلناها خدناها، وهيبقى الموضوع مش سهل، الموضوع هيبقى فيه ضغط اكتر، عندنا عدد مباريات كبير جدا جدا الفتره اللي جايه، تقريبا النادي الاهلي كل يومين او كل 3 ايام بالكثير بيلعب مباراه سواء على مستوى المحلي او على مستوى الافريقي، وبعد كده هيكون في طبعا كاس العالم للانديه اللي هيبدا ان شاء الله في شهر 12. يعني الحقيقه الاجنده مليئه جدا بالمباريات، وعشان كده الاستعدادات لكل السكواد اللي موجود لازم يكون كله جاهز، وحتى اللعيبه المصابه داخله بشكل كويس. في بعض اللعيبه شايفين عمرو السوليه بدا يخش كمان بالتدريبات الجماعيه وتدريبات الاحماء وبدا يخش مع الفرقه، لسه علي معلول شويه عنده بعض المشاكل، لكن في النهايه بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا، وان شاء الله البدايه بكره ان شاء الله في دوري الابطال. النهارده الحقيقه في حلقتنا هيكون برضو عندنا كلام مهم زي ما قلت حضراتكم عن النادي الاهلي وعن المنافس و و و مع 2 من نجوم النادي الاهلي الحقيقه، الكابتن عادل طعيمه والكابتن عمرو الحديدي، عشان نتكلم معاهم في كمان الشكل الفني، هم رؤيتهم ايه للشكل الفني، رؤيتهم ايه للفتره اللي جايه سواء مباراه بكره او المباريات على مستوى الدوري المحلي. هيكون كمان معانا زي ما قلت لحضراتكم حديث بلغه الارقام عن النادي الاهلي مع زميلنا المتالق الدكتور احمد بيومي، الحقيقه محضر لنا ارقام ممتازه عن مباراه مديما والاستعدادات ليها، شكل الفرقه عامل ازاي. هيكون لينا كمان فقره حواريه زي ما قلت لحضراتكم مع طبعا كابتن عادل طعيمه والكابتن عمرو الحديدي، يعني نتكلم معاهم في كل تفاصيل حلقتنا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله حلقه تعجبكم، لكن ان شاء الله كمان زي ما بقول لحضراتكم معانا الاخبار، يعني معانا جزء من الاخبار هقوله لحضراتكم سريعا. نبدأ أكيد بالأخبار. مؤتمر الصحفي، يعني المؤتمر الصحفي الخاص بمارسيل كولر، إيه اللي اتقال ومارسيل كولر قال إيه في المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراة بكرة. خلي بالكم المؤتمرات الصحفية ساعات بتبقى يعني بتدي انطباع بشكل كبير خاصة للبعد المباراة، يعني النهاردة الاستعدادات للمباراة مارسيل كولر قال إيه في المؤتمر الصحفي، نشوف مع حضراتكم. أتمنى إن شاء الله إن فريقي بكرة تكون عندها قمة التركيز، الشراسة والرغبة سواء في اللعب لقدام اللعب الهجومي. أتمنى إن فرقة بكرة تكون عندها كامل التركيز والشراسة والإصرار في الجزء الدفاعي كمان. بنتمنى إن الفرقة تكون في أحسن حال. أنا أعتقد إن الفريق ومتأكد إن الفريق مستعد كويس، وأتمنى إن هم يظهروا بكرة بالمستوى اللي هم يستحقوه. ما كلمناش عن النقطة دي بشكل محدد أو بالتحديد، لكن طبعاً اتكلمنا على أهمية البطولة، أهمية الدخول في البطولة. أي بطولة واحد بيخش فيها في الأول لازم يدخل فيها بقوة وبجدية وبإصرار في البداية. لا، انت قدامك منافس، المنافس قدامك برضو عنده دوافع، عنده رغبة، عايز ياخد منك نقاط، كل دي عناصر بتبقى في الاعتبار. لكن احنا بكرة ان شاء الله عايزين نكون اكثر ذكاء، عايزين نكون عندنا اكثر اصرار، عندنا جمهور في ظهرنا، لازم ان احنا نروحه مبسوط، لازم نعمل كل حاجة عشان ان احنا نظهر بمظهر بكرة كويس، وان احنا نعمل نتيجة كويسة لسعي الجماهير. طبعا الموضوع مش زي اوروبا ان الواحد يقدر يحصل على معلومات بشكل غزير او يشوف اي فرقه في اي وقت في اي حاجه، ده مش متاح هنا بنفس القدر. لكن انا وده طبعا بيعطل شويه عمليه التحضير والتحليل، لكن انا حصلت على 3 مباريات كامله للفريق، قدرت ان انا اتفرج عليه كويس، قدرت ان انا احاول ان انا اطلع منه احسن اكبر قدر من المعلومات بحيث ان انا اقدر اديها للعيبه انها تبقى معاها معلومه كافيه عن الفرقه وطريقه لعبها وشكلها ونقاط قوه الضعف، فده هنقدر نتكلم فيه مع اللعيبه. لكن زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش زي اوروبا ان انت تقدر تحصل على المعلومات بنفس السهوله. بالتاكيد لو الواحد بيسالني على اللي انا نفسي فيه، نفسي طبعا لعيبتي تبقى معايا طول الوقت، كلهم سلام، كلهم طول الوقت معايا، لكن احنا فريق كبير وبالتالي عندنا لعيبه دوليه كتير. اللعيبه الدوليه مش المصريين بس، لكن عندنا كمان لعيبه دوليه من جنوب افريقيا او مالي.
بيبقى كمان غير للاسف كمان بيتم حساب الماتشات بوقت ضيق جدا بين الماتشات الدوليه او التوقف الدولي وبين الماتشات بتاع دوري الابطال. كل مره بنتعرض لنفس المشكله دي مع وجود الطيران وتاخير الطيران، اللعيبه بتيجي متاخر، فكل ده طبعا بيعطل الامور. لكن ان احنا عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره، عارفه تتعامل مع الموقف ده، تتعامل مع الموقف ده كتير قبل كده. كمان بيبقى قراري في الاخر، انا بفكر ساعات ان بعض اللعيبه اقول طيب هل اريحه ان انا ما ينزلش من الاول، او ان انا اريحه الماتش ده اديله يومين ثلاثه كمان، بحيث ان انا عشان ما يقعش مني الماتشات اللي بعد كده، افكر في المستقبل كمان. كل ده بيبقى قراري، لازم كل بحث بكل ده مع بعض عشان اقدر اعمل قرار سليم. طبعا اتكلم مارسيل كولر على بعض النقاط المهمه جدا في المؤتمر، اتكلم على الاستعدادات بالنسبه لتركيز اللاعبين والشراسه في الاداء اللي بيتمنى يكون على اعلى مستوى، ده جزء مهم جدا. الجزء الثاني اتكلم كمان على جاهزيه اللاعبين، جاهزيه اللاعبين هو طبعا مهتم جدا بهذه الجزئيه. الجزء اللي كمان اتكلم فيه انه حاول بقدر الامكان انه يجمع داتا ويجمع بعض المباريات عشان يتعرف على فريق مديما الغاني، والحقيقه قال انه فعلا اتفرج يمكن على 3 مباريات، هو بقدر الامكان بيحاول يشوف الشكل التكتيكي، افضل اللاعبين ايه، نقاط الضعف والقوه من خلال المباريات ديت. هو بيقول عنده اكيد صعوبه في الحصول على هذه المباريات، مش زي اوروبا الامور سهله بالنسبه له بالنسبه لعمليه تحليل الفرق المنافسه. وكان على نقطه مهمه جدا عمليه التجمع بعد التوقف الدولي، الحقيقه دايما بيكون التوقف الدولي والعوده للدوري المحلي بيكون في شويه قلق، يعني بيكون في كده بعض الحاجات، خاصه النقطه اللي قالها كولر ان معظم لاعبتنا على المستوى اللي بتلعب على مستوى المنتخبات، اذا كان على مستوى المنتخب المصري او اللعيبه الافارقه او المحترفين عندنا، نتيجه السفر الكبير والبعد المسافات، ويمكن بيجوا في ايام قليله جدا قبل انطلاق المباريات المحليه او المباريات الافريقيه، ده بيديله شويه قلق. هو طبعا يتمنى ان يكون كل لعيبته معاه، ولكن بيقول في نفس الوقت لازم بجهز كل السكواد عشان يكون جاهز. وقال نقطه كمان مهمه واحنا اتكلمنا عليها في الاول، للانطلاق البدايه، لازم البدايه في البطولات ديت لازم تكون بدايه قويه جدا، وان شاء الله ده اللي نشوفه بكره باذن الله فرقتنا. رامي ربيعه كمان قال ايه في المؤتمر الصحفي، نشوف مع حضراتكم. طبعا كلامك صح، ان لو الماتش اتاخد بثقه زياده بيبقى بيتقلب ضد الفريق اللي بياخده بثقه، دي في الكوره مش موجوده. يعني كل ماتش بتدخله بان انت عايز تاخد ال3 بونت في الاول، وتركز ان ده زي ما الراجل قال ان دي اول ماتش في البطوله، فبالنسبه لك انت بتبقى عايز تحقق الماتش زي ما مطلوب منك باداء وتفرح جمهورك، وفي نفس الوقت تاخد الماتش زي ما انت عايز. فالثقه الزياده دي مش موجوده في لعيبه الاهلي، انت بتاخد الماتش ان انت بتبقى بتركز عايز تجيب ال3 نقط، وده بس اللي بتبقى مركز عليه. اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن قبل الفاصل شفنا مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قال ايه، وكمان رامي ربيعه اللي بياكد ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ما عندهاش الثقه وعندها الغرور وعندها الطمانينه انه بتلاعب فريق يمكن على مستوى القاره الافريقيه غير معلوم، لكن بيقول ان هو كان ان شاء الله باذن الله بكره هيكون بدايه قويه، وبياكد على كلام كولر وعلى كلامنا ان شاء الله الفوز بكره ان شاء الله مهم جدا في بدايه المشوار، والنادي الاهلي واللاعيبه مستعدين بشكل جيد لهذه المباراه. طيب المدير الفني لفريق مدياما الغاني قال ايه في المؤتمر الصحفي، نشوف مع حضراتكم. ولك اسال يا There is no pressure on. السؤال كان بالنسبة أنه النادي الأهلي يلعب المباراة على استاد السلام اللي يعتبر مش أرض النادي الأهلي أو مش ملعبه مؤخرا، فبقاله فترة مش بيلعب عليه، هل ده هيسبب ضغط؟ الكوتش وضح أنه هو كمدير فني بالنسبة له عادي يلعب على أي ملعب، ما فيش أي ضغط على الإطلاق بالنسبة لي أو للاعبين، هم جايين ومستعدين للنادي الأهلي ومستعدين كويس قوي المباراة بكرة. هو درب ولعب ماتشات كتير جدا سواء في غانا أو خارج غانا، وهي دي كرة القدم، لعب في ملاعب كتير قوي، فهو جاي هو واللاعبين ومستعدين لمباراة يوم السبت إن شاء الله. We are playing 10v10. السؤال كان عن لاعب نادي الاهلي بيرسي تاو انه احرز 4 اهداف في اخر 5 مباريات لعبها، وكانت اجابه الكوتش انه مباراه الغد زي اي مباراه كره قدم هيكون 10 لاعبين امام 10 لاعبين باستثناء طبعا حراس المرمى، او زي ما بيقال في كره القدم 11 قدام 11، فهو عارف انه النادي الاهلي هيكون اسلوبه بكره اسلوب هجومي، الكوتش هو كمان مش هيعتمد على الدفاع، لا بالعكس استراتيجيته او سلاحه او السر اللي هيكون في مباراه بكره انه الدفاع هو اللي هيؤدي للهجوم اثناء المباراه، فهو مش هينزل يدافع بس، بالعكس هيكون دوره انه هو باستراتيجي جيتو في المباراة ان هو يمنع النادي الاهلي من اي فرص هجومية او فرص انه النادي الاهلي يجيب بيها اهداف.
الحقيقه المدير الفني لميديما الغاني متحفز الى حد كبير، يعني هو حتى بيقول يعني السر اللي هلعب بيه انا بكره مش هلعب مدافع، وعارف ان النادي الاهلي هيهاجم وانا ههاجم زيه، ان احنا بنلعب 10 ضد 10. كل دي الحقيقه امور هو بيوصلها للاعيبته، يعني اللي بيقوله في المؤتمر الصحفي ده الملخص اللي اتقال اللي يمكن للاعيبته، ان انتوا ما تخافوش انزلوا العبوا احنا بنلعب 10 ضد 10. وقال يمكن النادي الاهلي هيلعب على ملعب السلام مش ملعبه المتعود عليه، انا العب على اي ملعب. كل الحقيقه ديت الحقيقه ممكن تطمن الواحد شويه، يعني لغه المدرب ديت ولغه هقول مش هقول الثقه، ولكن ده خلي بالك نابع من الخوف، يعني الجزء اللي بيتكلم فيه لو حابب يتكلم بشجاعه ده بيدل على جزء كمان من الاحترام الكبير للنادي الاهلي والخوف الداخلي. ننسى كل الكلام دوت، النادي الاهلي بكره وفرقتنا لو ركزت وادت الشكل الطبيعي للعيبه النادي الاهلي كان في مستواها الطبيعي ان شاء الله النادي الاهلي بكره يكسب، ويكسب بسكور كبير جدا ان شاء الله. طيب نروح لفاصل عشان بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا ونجومنا النهارده في المحترف الكابتن الكبير عادل طعيمه والكابتن عمرو الحديد عشان نناقش معاهم كل ملفاتنا النهارده. خلينا نقابلهم ويشرفونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، بنرحب بنجومنا وضيوفنا النهارده الكابتن الكبير عادل طعيمه. كابتن عادل مساء الفل عليك. كابتن هاني ازيك؟ منورنا يا كابتن. نورك اهلا بيك. كابتن الكبير المدافع القوي الكابتن عمرو الحديد. عمور مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن هاني، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا كابتن. عندنا طبعا اكيد النادي الاهلي وملفه بدايه البطوله الافريقيه، مشوار ان شاء الله باذن الله يبدا بالفوز ان شاء الله، بس عايز برضو اخد رؤيتكم عن اجمالي المجموعات والفرق المشاركه دلوقتي في دور الابطال وشكل المنافسه عامه للاربع مجموعات وتواجد فرق كبيره، يعني اول مره دلوقتي صن داونز موجود مش في مجموعه الاهلي، مجموعه بيراميدز موجود، مازيمبي راجع تاني لدور الابطال، في الوداد المغربي، في سيمبا التنزاني، في النجم الساحلي، في الوداد، يعني كلها فرق كبيره. شايف ازاي يا كابتن عادل المجموعات دي كلها ومشوار النادي الاهلي وبدايته بكره؟ هو طبعا البدايه المجموعه بتاعتنا نقدر نقول انها مجموعه متوازنه، صحيح، معقوله جدا بالنسبه لنا، بعدنا بعد فتره كبيره عن سان داونز، كل سنه على طول واقعين معانا. المشكله مش في سان داونز، المشكله في المشوار، ودايما قبل ما نلعبهم بيبقى في ماتشات في الدوري قبلها بيومين ثلاثه، ودي الفترات اللي احنا اتغلبنا فيها، فترات الخمسة خمسة دي كانت قبل ما نسافر بيومين ثلاثة كنا بنلعب في الدوري، ما كانش فيه أي فترة سماح، لكن في الفترة اللي هي بيبقى فيها واخدين الراحة الكاملة 6 أيام أو 7 أيام النتائج بتاعتنا بتبقى جيدة جدا. طبعا المجموعة بتاعتنا أعتقد أنها جيدة جدا، لو زي ما حضرتك تفضلت في البداية أن احنا كل مباراة من البداية بناخدها بعدم تهاون. الاسم بتاع اللي احنا هنلعبه بكره اسمه متواضع جدا، لكن لما بنشوف على الورق عندهم عناصر جيده، بصرف النظر اذا كان فريق جيد او مش جيد، المهم وانا بادي باحترافيه. ايه هي الاحترافيه؟ ان انا بمتع الناس وبكسب، باخد 3 نقاط وفي نفس الوقت بمتع الجمهور بتاعي كوره، لانه جاي عشان يكسب وعلشان يتبسط من اداء اللاعبين ويستمتع ويطمئن على المباريات اللي بعد كده. ده باختصار شديد البدايه بتاعتنا، بدايه لازم تبقى اقوى من كل موسم. الموسم الماضي كانت البدايه بتاعتنا ما كانتش جيده، لكن ولله الحمد ابتدينا نعدي مرحله ومرحله لحد لما اخذنا البطوله. فده طبعا كبدايه، ان شاء الله باذن الله تعالى بكره هيبقى فيه توفيق جدا من ربنا، لان اللعيبه اخذت اجازه وعمليه 3 مباريات في اسبوع، برضه داخلين على 3 مباريات في اسبوع، لكن رجالتنا والتدوير والجهاز الفني بيعمله. هنتكلم برضو على الشكل الفني وعمليه الروتيشن، بس عمرو عايز اخد رايك. طبيعي بدايه دايما كل بطوله بتبقى ما بقولش بتبقى صعبه، لكن بتبقى مهمه جدا، ومارسيل كولر ورامي ربيعه في المؤتمر الصحفي قالوا نفس الكلام، ان البدايه لازم تكون بدايه قويه بغض النظر عن اسم المنافس. ميديما الغاني وافد جديد على هذه البطوله، رؤيتك ايه تاني للمجمل الاربع مجاميع بالاسماء الكبيره الموجوده؟ مشوار النادي الاهلي ممكن يكون ازاي؟ كابتن عادل اتكلم في نقطه مهمه جدا، السنه اللي فاتت مرينا ببعض المطبات شويه، وكان في كلنا نفتكر المطبات اللي وقعنا فيها، وكان لازم نكسب، وكان فرق تانية لازم تعمل نتائج، فعايزين نبعد عن كل ده ويبقى بدايتنا ان شاء الله بدايه قويه.
بص يا كابتن، تكمل كلام الكابتن عادل ان النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت اعتقد خد خبرات من المواقف اللي حصلت. كنا كل شويه بنتفرج على القرعه ونلاقي بتوع سان داونز بيضحكوا ان هو تملي الاهلي وسان داونز مع بعض. ده حقيقي، ده حقيقي كذا مره، مره واثنين. النادي الاهلي دلوقتي بقى عنده، يعني مش عنده، هو بقى خبراته في المواقف اللي زي دي. احنا بالظبط من هنا لغايه 2 ديسمبر الاهلي يلعب حوالي 7-5-6 ماتشات. انت هتلعب بكره مع ميديا، وهتلعب يوم الثلاث مع سموحه، وهتلعب بالسبت وسبت واربع، وبعدين مظبوط اثنين. المده الزمنيه دي النادي الاهلي اكتر واحد كان مستفيد بيها مارسيل كولر فتره التوقف اللي فاتت دي. الوقت اللي كان متوقف فيه عاد حساباته من جديد، عاد حساباته اسم النادي الاهلي والاسلوب اللي هيلعب بيه. ويعني احنا بنقول الحمد لله ان المباراه بتاعت الجونه بعد مباراه مكسبي بتاع سيراميكا ومكسبي بتاع انبي ومكسبي بتاع المصري والمكسب بتاع المقاولين وقفت وشكل. بس حجم الروتيشن اللي حصل من 9 لعيبه في ماتش المقاولين، ثم سيراميكا 7 لعيبه، ثم الجونه 5 لعيبه، الراجل ابتدى يحط شكل، ابتدى يظهر الاداء. فرحنا بعوده مروان عطيه بالاداء الهائل اللي حصل في مباراه جيبوتي وسيراليون. نعم، بقى عنده طبعا منتخب الشناوي وتالقه، انسجام اللعيبه بالنسبه لامام وحسين، اقتناعه باداء كريم الدبيس في الفتره اللي جايه، بقى عنده شكل 11 لعيب يقدر ينفذ بيهم اللي هو عايزه. البدايه مهمه، اسلوبك وسيطرتك وبتلعب في اول مباراه في ملعبك لازم تبان. ايدوني المدير الفني بتاعهم اتكلم على مرحلتين، اتكلم على ان انا جاي اكسب النادي الاهلي، دي حاجه تخصه، يعني قال لك انا مش هخسر من النادي الاهلي، وفي نفس الوقت قال لك النادي الاهلي ما بيلعبش في ملعب ده مش ملعبه. لا، ده هو كان ملعب النادي الاهلي من الاول خالص. ايا كان أيًا انت كان بتفكر في حته معينه، انت ده اسلوب فكر معين، مدير فني بيتكلم على العامل النفسي، بيضغط على لعيبته، بيضغط على الخصم. قول زي ما انت عايز، النادي الاهلي بكره يحقق المطلوب بجون واثنين وثلاثه، عشان ما وصلش للسنه الماضيه ان انا خسرت من الهلال، فانا هاجي اكسب الهلال هنا ثلاثه، واكسب الرجاء عشان ادي الاداء واروح مستريح في ماتش الوداد. لازم يبقى عندي البدايه ليها عامل استدعاء نجم والبطل باسلوب النادي الاهلي بتملي، بيبعت انذارات شديده اللهجه. تعالى انا وانت والكابتن عادل نناقش شويه الثلاث، خاصه الثلاث ماتشات اللي قبل التوقف الدولي، ايه اللي ممكن ناخده كحاجات ايجابيه لازم نستفيد منها ونستمر عليها، وايه اللي احنا شفناه خلال الثلاث مباريات اللي كانت مباريات مؤجله في الدوري قبل التوقف الدولي. يا كابتن عادل انت بتتكلم على مباراه المقاولين، وبتتكلم على مباراه سيراميكا، وبتتكلم على مباراه الجونه. ثلاث مباريات الحقيقه كان فيها شويه تفاوت في الاداء، وايه اللي احنا لازم نركز عليه، وخاصه السلبيات في المباريات ديت، ايه اللي احنا لازم نحلها او نحل مشاكلها خلال الفتره اللي جايه؟ هو طبعا الثلاث مباريات كانوا في 6 ايام، والثلاث مباريات كانوا خارج الملعب، يعني انت بتلعب المقاولين وبعدين سيراميكا برضو بره ملعبك ثم الجونه في الجونه، يعني عمليه شاقه جدا. لكن عمليه التفاوت في الاداء، يعني في الاداء وكده، انت طبعا عارف كويس قوي ان احنا ما عملناش فتره اعداد، واللعيبه على طول يا اما منتخب يا اما ماتشات مضغوطه، ولما ما تعملش فتره اعداد جيده قويه لابد يبقى فيه عمليه البدايه ما بتبقاش البدايه الجيده. الفترات اللي فاتت الراجل ابتدى يشتغل على انه في خلال الماتشات ديت بيدي كورسات وبيدي تدريبات معينه علشان يعالج الحته ديت، لان هو طبعا راجل عارف وفاهم، راجل في اوروبا وعارف يعني ايه فتره اعداد ومدى قوتها ومدى اهميتها بالنسبه لاي فريق. الاداء يمكن ما كانش بالدرجه اللي احنا محتاجينها، لكن انت بتوصل بتضيع فرص سهله جدا نتيجه عدم التركيز، نتيجه ان انا برضو ما نش واقف على رجلي بدنيا. طبعا كل الامور دي الى جانب طبعا في بعض من اللاعبين احيانا الكولر بيبقى مدي درجه معينه لكل لاعب، فيجي اللعيب بينزل ما بيديش الدرجه اللي هو محتاجها، وبالتالي طبعا هو راجل في اوروبا عارف ان 8 من 10، 8.5 من 10، انت هتديني حتى لو في اسوء حالاتك هتديني 8.5 من 10، ممكن تبقى موفق ممكن ما تبقاش موفق، لكن لما لعيب يديني 8 من 10 وبعدين الماتش اللي بعديه يديني 4 من 10 و5 من 10، هو برضو لازم يبقى عارف النوعيه اللعيبه اللي هي موجوده معاه، هل مدى انا جبت جول او اركن عليه ولا على طول انا بقى دايما في النادي الاهلي الفرن شغال. طب على المستوى، وهنتناقش احنا كلنا في النقطه ديت، انا شايف من بعض الامور اللي كانت مش عاده النادي الاهلي ان احنا بيدخل مرمانا اهداف كتير، وده ده ده مش عاده النادي الاهلي،
الشكل الدفاعي للفريق ككل برضه مش احسن حاجه، وده ظهر يعني دايما في الثلاث مباريات دخل فينا اهداف، يعني بتتكلم على حتى مباراه الجونه التعادل ومباراه المقاولين كان دخل فينا هدف، كذلك مباراه سيراميكا. فبالتالي دي نقطه احنا شايفينها كويس قوي، ان لا في جزء في الحاله الدفاعيه لفريق النادي الاهلي في ديفو معين، في خطا معين. ده يتحل ازاي يا عمرو، وازاي نرجع تاني للكلين شيت على مستوى الدوري المحلي وعلى مستوى اكيد دوري ابطال افريقيا؟ يعني بدايته يا كابتن هاني تمام، احنا بنبص للجزء الخلفي من مع رامي ربيعه او ياسر او محمد عبد المنعم، لا الحته دي بقى نتكلم في نص الملعب. التزام اليو ديانج ومروان، الحته الدفاعيه من نص الملعب الاول، ما هي هتقلل عليا الضغط ان انا بحضر براحتي وبشتغل طبعاً كويس. الحته دي مروان بقى له فتره مش في المود او مش في الفورمه اللي احنا عارفينها، اما شفنا وجوده في المنتخب قلنا الحمد لله على السلامه. ممكن يكون شيء ايجابي عودته تاني لفورمته بالظبط، ايجابيا طبيعي هتاثر عليه ايجابيا في مباراه النادي الاهلي أكيد. في نفس الوقت عدم الانسجام اللي حصل في مباراه الجونه ما بين كريم ندفت وكوكا، ما لعبوش مع بعض كتير، وكريم كمان كان مشارك بقاله فتره طويله ما بيلعبش. يعني انت تملي ممكن لو انت هتديني بعد ما بتاخد من المباراه اللي انت عايزها بتديني بقى جزء بتخليني اخش صحيح في المود عشان اللعيبه تقدر تشيلني في الوقت دوت. الانسجام والروتيشن الكتير اثر على كولر في الوقت دوت، يمكن هو كان من ضمن الحاجات يا كابتن كنت بكلم حضرتك فيها قبل الفاصل، ان مودست في الفتره بتاعه الراحه الثمان تسعة ايام اللي كانوا موجودين وهو بعد مباراه الجونه هو سافر المانيا، يمكن انا صرحت وقلت ان هو خس من 5 ل 6 كيلو، راح للمدرب اللي بيشتغل معاه برايفت من ايام ما كان في بروسيا دورتموند وكولين، اشتغل معاه الفتره دي. يعني هو استغل فتره، يعني الناس كلها خدت اجازه بمعدل معين او باسلوب معين يقدر الراحه بتاعته تبقى شغاله ازاي بناء على توجيهات كولر، وهو اشتغل على نفسه عشان لما يرجع للفورمه، وده ظهر الفتره الجايه. هو عارف كمان قيمة النادي الأهلي، هو جاي من دوري معين هيقول لك أنا ممكن أدائي يبقى 8 من 10 أو 7 من 10 يتدارى، لا أنت جيت عرفت اسم النادي الأهلي. الفترة دي كمان مودست كان في الفترة دي كلها كان متواجد في أحد الفنادق، دلوقتي بقى مقيم في مصر، بقى عنده الانتقال في شقة خاصة، بقى مقيم في مصر يقدر يعيش ويعرف اسم النادي الأهلي اللي هو بينتمي ليه. هيبقى فيه مودست جديد بأداء كولر، بأداء الراجل اللي اشتغل على نفسه في الفترة ويعرف قيمة الكيان اللي هو بينتمي ليه في الفترة اللي فاتت دي كلها. تمام، ده جزء مهم. وخلينا نتكلم كمان على عملية الروتيشن اللي بيتم خلال النادي الأهلي. في جزء طبعا الراجل عنده حسابات معينة بعدد دقائق معينة لكل لعيب ممكن يشارك قد ايه، ممكن يلعب لقد ايه، لكن في بعض الانتقادات على الروتيشن في خط الظهر، والروتيشن في خط الظهر ساعات بيبقى من بعض الاسباب اللي شافتها الناس انه ممكن جدا ما بيكونش فيه التجانس الواضح في خط الظهر. يعني شفنا مباراه مثلا الجونه لعب خالد عبد الفتاح لعب باك شمال مكان الدبيس، كان في حد كمان اعتقد رامي ربيعه مكان ياسر ابراهيم جنب عبد المنعم. فانت رايك يا كابتن عادل في عمليه الروتيشن، وهل محبب الروتيشن كمان على مستوى خط الدفاع، ولا في خطوط معينه ومراكز معينه لازم تتثبت بشكل واضح؟ يعني هو بالنسبه لخط الظهر هو مثبت الراجل على طول، هو عمليه التغيير بتبقى لمجرد يعني منع بيبقى ثابت باستمرار، وبعدين يا اما رامي يا اما ياسر مزبوط. وطبعا محمود لما يرجع، وبعدين هاني باستمرار، هو بصفه مستمره هو واكرم هو يعني. واكرم خد ماتشين بس، هي يمكن انا مش معاه في حته ان انا بلعب مع الجونه، ايه اللي يخليني العب بخالد في مش مركزه وانا محتاج حد يعني رجليه الشمال تبقى يعني شغاله والجانب الهجومي عنده تبقى فيها شغل اكتر. هي المشكله زي ما قال عمرو انه المشكله كانت في نص الملعب في ماتش الجونه بالذات. مظبوط، انك انت لما تبقى عندك كريم وكوكا وقفشه والثلاثه، يعني الحالة الدفاعية بتاعتهم ما كانتش جيدة، ما كانش في بينهم الانسجام، دي نقطة. النقطة الثانية وهي الاثنين اللي كانوا عاملين لنا شغل جامد جدا السنة اللي فاتت، الاثنين الأطراف أيا كان أساميهم، سواء حسين الشحات أو بيرسيتاو، الاثنين كانوا بيقوموا بالدور الدفاعي والهجومي على أعلى مستوى. ابتدينا شوية نكسل أو مش نكسل، أنا بقول برضو إنه فعلا حتة البدنية لسه مش موجوده. في الفتره اللي جايه مع فتره الراحه اللي اتخذت مع الشغل اللي شغال، اعتقد عمليه التدوير انا شايف ان الراجل بيأديها علميا بالقلم والورقه وبالساعه وبالدقيقه، فهو
مش مشكله في التوقيت او في التدوير، المشكله في ان اللاعب اللي نازل انا لازم يبقى فيه نوع من انواع الانسجام بينهم، وبعدين ابقى عارف اللاعب اللي نازل. وانا قلت قبل كده الحته دي مهمه جدا، وعرفش انت توافقني فيها ولا لا، في عقد اللاعب بيبقى فيه نسبه مشاركه، بعيد وبكرر تاني لازم يبقى جانب حته المشاركه يبقى فيه اجاده، بحيث ان انا اللاعب النهارده انت بتنزل تلعب، طب وبعدين اللي انا طالبه منك كمدير فني هل انت اديتني الحاجات اللي انا طالبها منك ولا لا؟ وبالتالي بعد اربع اسابيع او اربع ماتشات او خمس ماتشات الجهاز الفني بيقعد مع بعض وبيقيم، انا النهارده فلان الاربع ماتشات مديني يعني متوسط ما بين 8 8 ونص 9، يبقى الراجل ده لازم ياخد المكافاه كامله ونسبه المشاركه ياخدها كامله، دي هتخلي اللعيبه هتبقى واقفه على رجليها، ما فيش حد هيبقى في نوع من التقصير. انا كابتن في الجزئيه دي طبعا اكيد النادي الاهلي واكيد لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس قوي لو اي لعيب في جزء من التهاون بيكون موجود مش موجود، ممكن في لحظه من اللحظات يدي فرصه والثانيه، لكن بعد كده هيبقى خارج الاطار خالص. فده انا ما اقصدش تهاون يا كابتن، لا حتى على مستوى الاداء، على مستوى الجديه في الاداء. يعني خلي بالك كل لعيبه النادي الاهلي عندها يعني ما شاء الله كلهم لعيبه كويسه، كلهم عندهم امكانيات كويسه، هي الجزئيه اللي ممكن شويه في الفترات اللي فاتت جزء منها حضرتك قلتها، يعني كان عندنا بعض الفرص ما بتترجمش لاهداف، فدي كانت بتاثر شويه على انك بتجيب جون، وبعدين في الوقت اللي لازم تجيب الثاني والثالث عشان تبقى الامور بالنسبه لك واضحه وسهله انت بتتاخر في الجزئيه ديت، وبالتالي بيبقى في الفرق اللي قدامك نتيجه بعض الاخطاء الدفاعيه شويه خاصه من وسط الملعب في الجيم تاني. فبيدخله في الجيم ثاني وبيتعادل معاك 1-1 وبيقرب انت 2-0 فبيقرب 2-1 فالامور ما بتكونش مستقره. خلينا هنرجع للجزئيه دي تاني يا عمرو، لكن عايزين كمان نشوف فرقه بكره عامله ازاي، اليمن الغاني عامل ازاي من خلال لغه الارقام والاحصائيات. وطبعا دايما بيشرفنا وبينورنا الدكتور احمد بيومي بلغه الاحصائيات والارقام، وكمان على مستوى الشكل الفني اللعيبه بتلعب ازاي هيكون دلوقتي، ومشرفنا وبنرحب بيه دايما الدكتور احمد بيومي. تعالى انا وحضراتكم وكمان نجومنا علشان كمان الارقام دي والاحصائيات هنتكلم عليها بعد ما نخلص مع الدكتور احمد بيومي. بنرحب بضيفنا النهارده الدكتور احمد بيومي. تعال نشوف فريق ميديما الغاني شكله عامل ازاي من خلال الدكتور احمد بيومي. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا كابتن هاني، شرفنا ومنورنا. انا اللي بتشرف دايما بتواجد مع حضرتك طبعا. انا اعتقد عانيت كتير جدا، مارسيل كولر قال انا تعبت قوي علشان اجيب بعض الملفات وبعض المباريات لفريق ميديما الغاني، لان الامور مش سهله، لان الدوري الغاني كمان مش من الدوريات القويه. انت محضر لنا ايه ووصلت لايه لفريق ميديما الغاني على مستوى الفني على مستوى الارقام؟ كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي طبعا بدايه المشوار الافريقي بقى طبعا على مستوى دور المجموعات، ويمكن البطوله الجماهيريه المفضله لجماهير النادي الاهلي وهي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي دايما بتبقى مفتاح لتواجد الاهلي في كاس العالم للانديه، وباذن الله طبعا السوبر الافريقي القادم باذن الله ان شاء الله. زي ما حضرتك تفضلت هي فرقه طبعا كان من الصعب ان الواحد دايما يوصل للفيديوهات ليها او خاصه بيها عشان تقدر ان انت تحللها، ولكن الحمد لله قدرنا نوصل لعدد من المباريات سواء على المستوى الافريقي او على في دور التمهيدي الاول او الثاني، ونفس الكلام في لقطات جبناها برده ومباريات كامله موجوده طبعا دلوقتي مع النادي الاهلي بالنسبه للدوري المحلي بالظبط. فخلينا طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هي فرقه مغموره الى حد ما وغير متعارف عليها بالنسبه لجماهير النادي الاهلي مقارنه مثلا باشانتي كوتوكو او بنتكلم برضو على هارتس اوك. فخلينا نعرف الجماهير على فريق ميديما الغاني، هنلاقي ان هو طبعا تاسس عام 2008 طبعا حديث التاسيس، بنتكلم على قيمه تسويقيه بنتكلم على 2.4 مليون يورو مقارنه طبعا بالنادي الاهلي 30 مليون يورو. طبعا في فروق واضحه جدا سواء على مستوى التاسيس او القيمه التسويقيه. اجمالي البطولات اللي حصلوا عليها من 2008 هي ثلاث بطولات، بنتكلم على بطوله الدوري المحلي ودي طبعا اللي اهلتهم للتواجد في دوري ابطال افريقيا، بطولتين للكاس برضو المحلي. لو جينا بصينا على مستوى المشاركات طبعا دي اول مشاركه ليهم في دوري ابطال افريقيا، بالنسبه للكونفدراليه شاركوا قبل كده مرتين في بطوله الكونفدراليه، ده يمكن خاص بالمقدمه على فريق ميدياما. لو جينا برضو بصينا على المدير الفني الخاص بفريق ميدياما هنلاقي طبعا هو ايفانس اوديتي، هنلاقي ان هو طبعا غاني الجنسيه، عمره 59 سنه، اجمالي المباريات اللي خاضها معاهم 28 مباراه،
فاز في 16 مباراة، اتعادل في 3 مباريات وهزيمة في 9 مباريات، له 42 هدف وعليه 29 هدف. طبعا حقق معاهم بطولة وحيدة وهي بطولة الدوري الغاني اللي أهلته لدوري أبطال أفريقيا. طبعا بالنسبه ل بدل ما اتكلمنا على المدير الفني ممكن بقى ننتقل لطريقه لعبه ونشوف هو ايه الخطه بالظبط. يعني هو دايما الفرق اللي ملهاش معالم شويه بتبقى يعني طرق اللعب بتبقى صعب قوي تحددها، لكن هل ليه طرق لعب واضحه وصريحه في الفورميشن بتاع الفريق؟ هنعرفه منك يعني. خلينا نشوف فيه صور لطريقه اللعب، هنلاقي ان هو في خلال طبعا الفتره الاخيره خلال مباراه مثلا عشان تكوتوكو اللي اتهزم فيها 1-0 في الدوري الغاني، في الدوري الغاني بالظبط، لعب بيلعب دايما بثلاثه ارتكاز في قلب الدفاع، سواء بنتكلم على كوفي او بنتكلم على نور الدين او بنتكلم على ايمانويل، الثلاثه دول اساسيين، اللي هو لعيب رقم 24 ولعيب رقم 2 ولعيب رقم 15، دول اساسيين عنده دايما بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، بينزل معاهم 2 باكات بحيث ان هو يلعب بخمسه في قلب الدفاع. ده يمكن كده. ممكن برضو ننتقل على الصوره اللي بعديها اللي نشوف بقى الكلام ده قلب في جوه الملعب، هنلاقي بيلعب الثلاثه سواء كوفي او نور الدين او ايمانويل. خلي بالك هو الفريق اللي على اليمين، اللي على اليمين اللي لابس التيشيرت الغامق مش الاحمر. بالظبط يعني. بالظبط. واضح جدا في ثلاثه في خط الظهر، وواضح جدا ان الباك الشمال طيب. متقدم لغايه خط النص كمان باك اليمين، وفي تقريبا 2 ارتكاز او 1 ارتكاز وقدامه 3 يعني. بالظبط بيلعب يعني في بعض الاحيان بيلعب 5-4-1 او لما بيبقى متاخر بهدف بيلعب 5-3-2 لما بيكون متاخر باهداف. ده على الناحيه اللي هو بالنسبه للمين فورميشن بتاعته اللي هو بيلعب ب 5-4-1 او 5-3-2. اول 5 اللي بيلعبوا في خط الظهر، ويمكن بيعتمد زي ما احنا شايفين على راس حربه وحيد يعني. بالظبط اللي هو جوناسان. 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 بعد ما نستعرض طريقه اللعب ممكن نشوف بقى تطبيق الكلام ده على البناء الهجمه بتاعته، بيبني الهجمه ازاي. زي ما قلنا على الرغم ان هو بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع، ولكن بيفتح الملعب، بيعمل ستريتشنج للملعب من اليمين او من الشمال لخطوطه، ما بيلعبش دفاع كومباكت. أوكي. يبتدي فارد الملعب، هو مش عامل اي ضغط قدام الفريق اللي قدامه. هو بيعتمد كمان على الكره الطويله، يعني واضح جدا ان هو بيسلمش في الملعب. لا، لو جت الكره على اليمين او الشمال هو اول حل بالنسبه له يلعب كوره في اتجاه راس الحربه وبيستنى الكره الثانيه. دي اغلب الفرق الافريقيه طبعا بتلجا الى الكره الطوليه. بالظبط. هو دول طبعا ثلاثه اللي ورا، اول ما الكره بتيجي على جنب ممكن نقف هنا شويه، هو خلاص باصص، هو مش باصص على واحد في نص الملعب، في واحد في نص الملعب فاضي، لكن هو اوريدي النظره على راس الحربه اللي عن على ال 18 وبيلعب كوره طويله توصل له، وبيعتمد بقى الكره دي هتسقط وياخد الكره الثانيه ولا لا. ودي خلي بالك يعني السيستم ممكن جدا ياذي لو انت مش مركز قوي، خاصه في لعيبه خصوصا الالتحامات الهوائيه طبعا قدام ال 18. بالظبط بالظبط بالظبط. برضو من الملاحظ من خلال الفيديوهات دي لو حضرتك تلاحظ هتلاقي ان البنيه التحتيه عندهم الموضوع منخفض جدا. يعني ما عندوش الامكانيات الضخمه ان هو نتكلم في استادات معينه، بنتكلم في مدرجات، بنتكلم في امكانيات، ولكن على الرغم من ضعف الامكانيات اللي موجوده في غانا، ولكن بنلاقي النهارده غانا يمكن ثاني اكبر دوله عندها تصدير لعيبه محترفين. صحيح. بنتكلم في اكتر من 300 لاعب. صحيح. بنتكلم النهارده في زياده بس في 2023 زي ما زميلنا منصف قال لنا عندهم اكتر من 40% زياده للمحترفين خلال 2023. صحيح. ده على الرغم من ضعف الامكانيات. خلي بالك ضعف الامكانيات ويمكن سوء حاله الملعب شويه، خلي بالك ده ممكن يساعد الفرق الافريقيه انها تأدي بشكل افضل شويه على استاد زي استاد السلام او استاد القاهره، وبالتالي ممكن نسبه الاجاده بتزيد ولو حتى 10%. الاستلام، التسليم، عمليه الدريبل، ادائهم ممكن يختلف تماما. يمكن لو نستعرض برضه حتى على ضعف الامكانيات هم بيحاولوا يواجهوا حته التطور شويه في تحليل الاداء او في السكاوتنج اللي بيقدوه، هنلاقي عندهم برضه حتى على ضعف الامكانيات عندهم محلل اداء بيبقى قاعد بره بيبتدي يراقب المباراه، بيبتدي يسجلها، بيبتدي يحللها. يعني ناس بتشتغل بالظبط. بتشتغل عندهم جزء الشغل تحليل فني، عندهم سكاوتنج بيتفرجوا على المباريات بيحللوا المنافس بشكل كويس، يعني برضه جزء من البروفيشنال في الجزئيه دي بشكل كبير. بالظبط. عشان كده هنلاقي دايما ان هم متقدمين في المحترفين عندهم بشكل كبير حتى على مستوى الافريقي. ده يمكن خاص ب ده هنا محلل الاداء بيبتدي يراقب المباراه، وعنده طبعا المصور بيبقى موجود في اعلى المدرجات بقدر الامكان بحيث ان هو يكشف الملعب من فوق ويصور الاداء. موجود اهو. ده التيم بتاعهم الانالايز او تيم التحليل، رغم زي ما شايفين ضعف الامكانيات، ولكن هم بيحاولوا يشتغلوا بشكل احترافي شويه، بيحاولوا يقدموا مردود كويس. حتى الحاجه ام الاختراع هنا خلي بالك برضو يا دكتور، لما هم موجودين في دوري الابطال اول مشاركه ليهم بيبقى عندهم طموح كبير جدا، وعندهم بيلعبوا النادي الاهلي بطل القرن ويعني اكبر نادي في افريقيا، فخلي بالك جزء السبيريت دوت كمان لازم نعمل حسابه كويس قوي، ان اللعيبه دي عندها حوافز وعندها يعني
بيلعبوا النادي الاهلي اول مره في بطوله افريقيا، وبالتالي لازم عندنا حرص شويه من الجزئيه ديت. بالظبط، هو لو حتى لو ما خرجش بنتيجه ايجابيه ولكن بيسوق لنفسه طبيعي بتلعب النادي الاهلي. ما دي النقطه اللي عايز اكلمك عليها، في بعض يعني بعض الانديه بتركز، ما بتركزش على البطولات قوي، بتركز على تصدير اللاعبين. بالظبط، وانت زي ما انت قلت غانا اعتقد رقم 2 على مستوى افريقيا بعد نيجيريا في تصدير اللاعبين للخارج، وبالتالي الجزئيه ديت هم ممكن يستغلوا البطوله الافريقيه مش الغرض فيها الوصول لاعلى نقطه او ابعد نقطه، لكن تسويق لعيبتهم بشكل او باخر. ممكن بخصوص نقطه حضرتك دي، يمكن هم السنه اللي فاتت مصدرين 7 لعيبه للدوري، 7 لعيبه لفريق واحد بس في مالطا، 7 لعيبه لنفس الفريق بحيث ان هم عاملين مواءمه او مشاركه معاه بحيث انه يصدر اللعيبه دي هناك، وابتدي الفريق في مالطا ان هو يسوق اللعيبه دي في اوروبا. وارد جدا عندهم اجريمنت مع بعض الانديه حتى لو على مستوى يعني بتكلم على يمكن دوري دي الصوره دي. طبعا في 8 لعيبه من الفريق ده راحوا لمالطا، يعني انتقلوا من النادي دوت لمالطا، وبالتالي هم واخدين الامور تسويقيه بشكل كبير ان هم بيسوقوا لعيبتهم بشكل او باخر. طبعا ده ما تمش بسرعه شويه، استحاله طبعا. لا طبعا منظم، يعني 8 لعيبه يروحوا نادي واحد في موسم واحد، فاكيد ما عندهم اجريمنت مع النادي دوت يعني. بالظبط، خلينا برضو ننتقل ليه بنشوف بقى مشوارهم على مستوى الدوري المحلي دلوقتي، هنلاقي ان هم لعبوا 11 مباراه، ترتيبهم الثامن، ترتيبهم متاخر غير السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها، بنلاقي ان هم ترتيبهم الثامن. طبعا عندهم 16 نقطه، فاز في 5 مباريات واتهزم في 5 مباريات، له 11 هدف وعليه 12 هدف. طبعا ترتيبهم دلوقتي في الدوري الحالي بنقول ان هم في تذبذب في المستوى، ما بنقولش ان هم من الاسماء اللي متصدره في الدوري الغاني الموسم الحالي. كم فريق في الدوري الغاني بتتكلم على؟ احنا بنتكلم تقريبا في 12 فريق. 12 فريق وفي المركز الثامن يعني. بالظبط 18 فريق. 18 فريق، 18 فريق وهم في المركز الثامن. منتصف الجدول يعني. بالظبط. برضو بعد ما نخلص مشوارهم في الدوري المحلي، خلينا بقى نذكر الساده المشاهدين بالمشوار الافريقي سواء بالنادي الاهلي او للنادي مدياما. نلاقي طبعا ان النادي الاهلي طبعا لعب دور تمهيدي واحد، لعب طبعا فاز في مباراه الذهاب في 3-0، نفس الكلام في مباراه العوده فاز في 4-0 على فريق سان جورج. اما بالنسبه لفريق مدياما لعب دورين، دور اول تمهيدي ودور ثاني تمهيدي. خلال الدور الاول او الدور الثاني كسب مباراه وانهزم وخسر في المباراه الثانيه. يعني مني كمان معدل التهديف، يعني هم حتى المدير الفني بيقول احنا بنحرز اهداف كتير خلال المباريات اللي فاتت، احرز اهداف كتير، هل دي عن قوه هجوميه او عن كور ثابته او يعني الشكل العام الهجومي يقلق؟ بالنسبه عندهم عناصر مميزه في الشكل الهجومي، عندهم طبعا عناصر مميزه، ولكن الغزاره التهديفيه كانت موجوده في الدوري المحلي وليس في الدوري الافريقي. يعني أوكي. مثلا هنلاقي ان هم كسبوا مباراه 1-0 وانهزموا اللي بعديها 1-0، المباراه الدور التمهيدي الثاني كسبوا 3-1 وخسروا بعديها 2-1، فالغزاره التهديفيه موجوده على الدوري المحلي، ودي ما اقدرش اقيسها نتيجه طبعاً. قوه المنافسين اللي موجوده في الدوري الغاني. أكيد. طيب ده بالنسبه لمشوارهم، خلينا برضو نستعرض بالنسبه لحضرتك تفضلت الغزاره التهديفيه، نشوف اهداف خاصه او دخلت مرماهم خلال الدوري الغاني عشان نقدر نشوف نقاط الضعف اللي موجوده عندهم. ممكن نشوف الاهداف اللي دخلت مرماهم، مثلا عندنا 3 اهداف ممكن نستعرض، مثلا دي في البدايه بدايه الهجمه للفريق المنافس. وبرضو خلينا ملاحظين الملعب شكله عامل ازاي يا شباب، طبعا ده بيأثر، يعني ده بيأثر لما يجي يلعب على استاد القاهره او بيلعب على استاد السلام، اكيد الاداء بيختلف والاداء بيزيد بنسبه ان شاء الله 10%. دي كره عرضيه من طبعا من الجهه اليسرى عندهم، دي برضو هو الفريق لابس موف، يعني لابس موف. بالظبط هنلاقي دايما الثلاث اهداف اللي انا جبتهم بيتكرروا نفس الكلام، كره عرضيه من الجهه اليسرى، اختراقات عندهم من الجهه اليسرى بتؤدي بشكل كبير او بتبقى مؤثره عليهم بصوره سلبيه، فاعتقد دي الجهه او هنشوف برضو ده هدف ثاني من كره ثابته. طبعا الناحيه الدفاعيه عندهم ضعيفه، والتمركز واضح ضعيفة في طبعاً. عندهم قصور في الحاله التكتيكيه، يعني نفس الكلام، دي صوره برضو اللي هدف دخل مرماهم، القصور عندهم طبعا واضح، التمركزات جوه ال 18 على الرغم ان هو بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع وعنده كثافه، ولكن حته المراقبه مش موجوده بفعاليه. هو واضح كمان ان يمكن الجبهه اليسرى عندهم شويه مشاكل دفاعيه، يعني خاصه يعني الثلاث اهداف دول انا جبتهم بسرعه عشوائيه، ما كانش في تنظيم، ولكن لاحظت ان هم الثلاثه من الجبهه اليسرى. هنلاقي هنا الاهداف اللي احرزوها، احد الاهداف اللي احرزوها بعد الهدف ده، ده هدف تاني دخل فيه بالظبط، دخل مرماهم. بعد كده هنشوف الاهداف اللي احرزوها، تمركزات طبعا في قلب الدفاع واضح، طبعا واضح برضو خط الدفاع مش بالمستوى الجيد، يعني انت لو ضغطت النادي الاهلي بقوته وبشكله الطبيعي يعني ان شاء الله باذن الله يعني نكسب ونكسب سكور كمان ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله، طبعا البدايه هنا هتبقى مهمه جدا للنادي الاهلي عشان يدي رساله لجميع الفرق اللي موجوده طبعاً. في المجموعه ان هو
قادر خصوصا المباراه على ارض النادي الاهلي، فلازم يكون عنده الصبر ان شاء الله بكره ان شاء الله النتيجه تطلع بنتيجه ايجابيه ويكون فرق كمان كبير، نتكلم اكتر من هدفين باذن الله. اخر حاجه ممكن نستعرضها هو الهداف بتاعهم اللي هو جوناثان او السترايكر بتاعهم، ده السترايكر راس الحربه بتاعهم، ده الرئيسي بتاعهم هو الهداف بتاعهم، لان هو على مستوى الدوري لعب 7 مباريات واحرز 4 اهداف، هو يعتبر ثالث هدافي الدوري الغاني. اما على المستوى الافريقي فنجد ان هو لعب 4 مباريات سواء الدور الاول او الدور الثاني تمهيدي واحرز 2 هدف، باقي اللعيبه طبعا اللي احرزوا هدف واحد بس. ده يمكن كان سريعا كده خاص بفريق ميديام. لا يعني مجهود الحقيقه تشكر عليه دكتور احمد، بنشكرك شكرا جزيلا، يعني دايما متالق ودايما بتبدع معانا، شكرا جزيلا. بس دايما بتواجد مع حضرتك يا كابتن هاني. شكرا شكرا جزيلا ليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني لضيوفنا الكابتن عادل طعيمه والكابتن عمرو الحديدي عشان نشوف ترجمتهم ورؤيتهم بالنسبه للارقام وشكل ميديام الغاني هيكون ايه امام النادي الاهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن عادل، كابتن عمرو، عايز اخد رايكم في الفقره اللي كانت مع الدكتور احمد بيومي على شكل الاداء لفريق ميديام الغاني، وعايز ابدا بالبنيه التحتيه، يعني بيلعبوا الحقيقه الدوري الغاني دوري مش قوي، البنيه التحتيه ضعيفه جدا جدا، شفنا ملاعب متهالكه، ده ممكن يكون مردوده ايه؟ يعني انا كنت بتكلم مع عمرو وكان حكى لي على قصه كده لفيليكس ان ديت بتكون على فكره بيلاقي اجواء مختلفه، بيخش استاد القاهره او استاد السلام، ملاعب على اعلى مستوى، نجيل على اعلى مستوى، ده ممكن يؤدي مع الحماس مع الاصرار مع انه بيلاعب النادي الاهلي، ممكن ده يزود شويه من الاداء الفني للعيبه لو بنسبه 10%. بس مساحه الملعب هتبقى مشكله بالنسبه له، لان انا بلعب على ملعب بالشكل اللي احنا شفناه ده، ده مركز شباب حاجه كده بعيده قوي، يعني من الحاجات اللي هي مش موجوده عندنا. فطبعا مساحه الملعب بتفرق جدا، لان حتى لو بيلعب بـ5 في مساحه عرض ملعب 70 متر، غير ده انا شايف عرض الملعب يعني حاجه يعني طبعا حاجة ملاعب صعبه جدا، بس هم بيحاولوا يعني حتى على مستوى البرزنتيشن بتاع الفريق، يعني الصوره اللي قدامنا هم بيحاولوا بقدر الامكان انه يظهروا بشكل مناسب بشكل احترافي. شفنا عندهم تحليل اداء حتى لما بيسافروا زي ما احنا شايفين يونيفورم بلون او بلون الطقم بتاعهم الاصلي، هم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يعني بيشتغلوا على نفسهم. والحقيقه زي ما اتكلمنا هو ممكن جدا العمليه دي كلها عمليه تسويقيه لبعض اللاعبين عندهم اللي يعني كل سنه بيروحوا لمالطا او بيطلعوا لبعض الدول، مش هقول الدول الكبيره في الكوره، لكن عندهم استراتيجيه شغالين عليها. يعني هو طبعا هو نادي استثماري اصلا، هو واضح نادي استثماري، والراجل 2008 راجل مستثمر، فطبعا حته الملابس وكده، لكن البنيه التحتيه كابتن هاني انا شايف انها يعني صعبه طبعا. صعبه جدا حتى في تمرير الكوره، المساحه اللي انا بجري فيها غير لما اكون ملعب قانوني وملعب جيد، الخضه بقى اللي هي ممكن تبقى موجوده، احنا بنشوف معظم الماتشات اللي احنا شفناها مفيش مدرجات تقريبا، الناس واقفه حوالين الملعب، لما بينزل يلاقي 50-60 ألف او 20 ألف ايا كان العدد فطبعا دي كلها امور في صالحنا، وفي نفس الوقت ما هياش ركن نرتكن عليه. صحيح. ان احنا يبقى ادائنا لما لعيبه تشوف المنظر ده يبقى في نوع من انواع الاستهتار، ما اعتقدش ان لعيبتنا عندها الجانب ده، وده اللي انا بتمناه بكره ان شاء الله، ان اللعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه يبقى فيه الاداء اللي احنا دايما منتظرينه من لعيبتنا بعد 5 بطولات الموسم الماضي. صحيح. يبقى نفس البدايه ان شاء الله اللي احنا كنا دايما في بدايات المواسم السابقه، اعتقد كانت الاداء بتاعنا كان مميز جدا والروح القتاليه عاليه جدا، واعتقد مع الفترة اللي جاية إن شاء الله في اللعيبة تبقى جاية بالمستوى الرائع اللي احنا دايما بنتمناه إن شاء الله. إن شاء الله. عمرو، من خلال رؤيتنا الفنية واضح جدا إنه بيلعب في الخط الخلفي، بيلعب بـ3 وبيلعب تقريبا بـ4 في نص الملعب، يعني 3-4-3 برأس حربة وحيد يمكن هو أبرزهم، وعنده نسبة تهديفية لا بأس بيها حتى على المستوى المحلي، ثالث هداف الدوري المحلي، على المستوى الأفريقي كمان أحرز 4 أهداف. شفت ده إزاي؟ و مش هقول لك ازاي نكسر الحته دي، ولكن التعامل اللي لازم يكون موجود
مع فرقه ما بتحضرش بشكل كويس وبتلعب كور طويله معتمده على الكره الثانيه. بص يا كابتن، هو على الورق بيشتغل من بدايه المباراه 5-4-1 ومع الترحيل بيبقى عنده ثبات ثلاث لعيبه ويغذي نص الملعب عشان يضيق المساحات. بس 5-4-1 دي لما في الملعب عنده ما ينفع، ما عندوش بالظبط. هو بيلعب اول ما بيحضروا بيدوروا على الطويل عشان يشتغل على جوناثان سوا، هو ده اللعيب الكبير بتاعهم، في وجود كمان لعيب كبير من جنوب افريقيا اللي هو كان من زيمبابوي اللي هو كوادو كواشي اللي هو 41 مباراه دوليه، يعني لعيب كوره كويس بيلعب من ناحيه الشمال. 41 مباراه، 41 مباراه دوليه بيشتغل من ناحيه الشمال، هو الجنب الشمال عندهم هو اللي بيعمل الشغل كله، وهو عند الهجوم بيزيد في العمق جنب جوسوان، في نفس الوقت عنده الباك ليفت اللي بيشغل له الجزء الدفاع على اعلى مستوى اللي هو حميدو فاو. طيب انت بتجيب اسماء فعلا هي موجوده ابرز اللاعبين، وبرده رغم ان احنا شايفين يعني تواضع الفريق شويه، لكن عندهم لعيبه دوليه كانوا على قائمه منتخب غانا. منتخب غانا من المنتخبات القويه، يعني حميدو اللي انت بتتكلم عليه، حميدو فاتو ده الظهير الشمال انضم ولعب مباراه دوليه مع منتخب غانا، ده الظهير الايسر جوناثان طبعا المهاجم راح في معسكر غانا بس ما شاركش في مباراه رسميه. يعني الفكره ان هم حتى لو احنا شايفين ان هم الاداء مش كويس، لكن في عناصر مميزة وراحت حتى منتخب غانا. اللي هو كوادي كواتشي ده كابتن الهداف بتاع جنوب افريقيا بتاع سان داونز، اللي هو من زيمبابوي، اللي هو لعب 41 مباراة. ده الجناح ناحية الشمال وبيزيد جنب جوناثان. عندهم وعندهم لعيب في نص الملعب بيشتغل في حتة معينة اللي هو فورد جوادو، يعني بيشتغل ان هو اول ما بيحضر بيلعب التوقيت. زي ما كابتن عادل قال نقطة مهمة قوي، انا بلعب في مكان مركز شباب غانا، اما هاجي في مصر الملعب والاجواء لازم سيطرت من البداية، استدعاء الروح بتاعه البطل تبقى من البدايه جون واثنين وثلاثه. يمكن اخطائه كلها في الاهداف اللي بتيجي في فرقه مدياما في الشوط الاول، بيقيس المباراه من الاول احراز هدف واثنين وثلاثه. النادي الاهلي خد ديفنس وخد حاجات كتير قوي من مباراه اتحاد العاصمه. طب انا هاخد من كلامك واروح لكابتن عادل، لان دي نقطه مهمه جدا. احنا بنتكلم ونامل ان احنا اول الشوط الاولاني نحرز هدف واثنين وثلاثه، لكن ده ما يترجمش يا كابتن ان احنا عندنا تسرع في الاداء، وان احنا مستعجلين قوي ان احنا نجيب جون، لدرجه ان بيكون في انهاء الهجمه بيكون في عدم تركيز، فيها شويه تسرع، في فرق بين السرعه والتسرع. فدي نترجمها ازاي؟ في عندنا شكل هجومي كويس، ازاي يبقى عندنا البالانس ما بين الهدوء واستغلال الفرص واحراز الاهداف؟ يعني عايزه قياده في الملعب، ودايما يبقى فيه بنكلم بعض في الملعب من اول الشناوي في خط الظهر في وسط الملعب باستمرار، يبقى فيها حته الكلام نتكلم مع بعض. لو تفتكر في 10 ماتشات كسبناهم كلها 3-4، كنا بنلعب بثلاثه في وسط الملعب، وكان كولر بيعمل ايه ايام حمدي فتحي وطبعا مروان وديانج، وبرده كان عمرو السوليه قبل ما يصاب، كان دايما بيدي للثلاثه وجبات هجوميه. وشوفنا ماتش الزمالك حمدي فتحي كان بيبقى فين وجايب جولين وعامل جول، ومروان في ماتش البنك صحيح برده جايب جول عامل جول وجايب جول. هل دي نقصانة يا كابتن الجزئية ديت على مستوى رقم 8؟ يعني خلينا نتكلم برضو فنيا شوية. أليو ديانج في بعض المهام الأساسية بالنسبة له أنه يزيد وأنه يكون 8، وأنا شايف أنه بقى ما بين الاثنين، ولا عارف يأدي 6 بشكل كويس ولا عارف يأدي 8 بشكل كويس. هل أليو ديانج قادر يأدي 8؟ ده جزء مهم جدا. لو مش قادر يأدي 8 يبقى هو يثبت على 6، ويبقى إمام عاشور مثلا يأدي بشكل 8. كريم نيربت على فكرة بيلعب 8 ما بيلعبش 6، ممكن يكون ليه فرصة انه يلعب 8. يعني يبقى برضه في حركة في نص الملعب شوية للأداء الهجومي، وخاصة ان احنا محتاجين حد يكون قريب جدا من 18، وانا شايف ان مروان عطية هو ممكن يكون 6 اللي هو محور الأداء في الجزئية ديت. يعني طبعا زي ما تفضلت إمام عاشور هيقوم بالدور ده على اعلى مستوى، وممكن في اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه ممكن تدفع بمجدي قفشه، لان هو من بدايه المباريات دايما مجدي لما بياخد من البدايه ما بيقدرش يكمل، وبعدين بقى فيه عمليه تغيير. انا بستفيد منه زي الماتش السيراميكا كليوباترا، نزلته اخر ربع ساعه ادى اداء رائع جدا وجايب جول رائع جدا. لكن انا بتمنى من الكولر انه بيلعب بثلاثه، ويبقى فيه امام وفيه ديانج وفيه مروان عطيه، الثلاثة دول الحقيقة كل واحد فيهم ممكن يقوم بالدور ده، إلى جانب كريم ممكن إن أنا ممكن أستنى شوية عليه لحد لما أدفع بيه في مباراة
اكون انا كسبان مكسب جيد، علشان هناك يعني ماتش الجونه كان الاداء ما كانش جيد. هو على فكره كريم محتاج يعني محتاج ماتشات اكتر، محتاج ماتشات اكتر، عايز شويه ماتشات، ثلاث اربع ماتشات يخش في الفورمه، يخش في الفورمه. وانا شايف انه الثمانيه يعني ان شاء الله عمرو السوليه كمان يرجع بيقوم بالدور ده كويس. خلينا اخدك من ديت لتالق محمد الشناوي على مستوى المنتخب، الدور القيادي اللي يقوم بيه محمد الشناوي في مباراه زي ديت مهم جدا، حتى على مستوى يعني بنتكلم هم هجوميا مش احسن حاجه، لكن وارد جدا كوره ثابته، وارد جدا ان يكون في خطا دفاعي. دور محمد الشناوي في الفتره اللي جايه ايه كابتن؟ القائد في الملعب الشناوي ما بيوجه زي ما كابتن عادل بيقول، قيادتي في الملعب ان انا ابقى مركز، التركيز ده بينطبع من الشناوي حتى في المؤتمر، حتى ما رامي بيتكلم دلوقتي انت بتدي دوت لمنعم، ومنعم بيبلغه لمروان، مروان بيبلغه لكهرباء ومودس. الربط النادي الاهلي كان ينقصه الفتره اللي فاتت الروح اللي هي ايه، ان انا بشتغل انصاف الفرص اللي بتيجي بستغلها، في نفس الوقت ببقى مركز دفاعيا ان انا ما استقبلش مرماي اي اهداف، دي مهمه قوي ان انا وانا شغال التوجيه. يمكن كان الاليه اللي احنا بنتكلم فيها قبل المباراه، لا ممكن اكلم منعم، افوق منعم، اتكلم مع اكرم، اتكلم مع هاني، اتكلم مع الدبيس. يمكن الراجل اخر المباراه في الجونه اخر 13 دقيقه عمل هجوم على فرقه الجونه عشان كريم الدبيس نزل على عدلته، الشغل بقى اللي من ناحيه الشمال خلاص انت دلوقتي تقدر تديله وانت مطمن، استمراريه الماتشات هتديله خبرات وهتديله جراءه انه يبقى موجود اكتر من الشغل الدفاعي اللي هيعمله خالد عبد الفتاح. انت عايز يجمع ما بين الاثنين، النادي الاهلي هقول بيتهاجم بس مش باستمرار، هشتغل ربط ما بين حاجتين، هشتغل دفاعيا واربط كويس قوي مع خط ظهره يبقى في انسجام، واشتغل هجوميا وده الشغل اللي المفروض ان انا اعمله اللي يعوضني غياب علي معلول. الربط الجماعي يا كابتن هاني كمان طبعا اللي قدامنا ده المعدل الزمني للفريق من ياما الغاني في احراز الاهداف، اعتقد هم بيحرزوا الشوط الثاني بشكل افضل، يعني نسبه احرازهم للاهداف بتبقى في الشوط الثاني اكتر من الشوط الاولاني. خلاص يبقى انا اخلص المباراه في الشوط الاولاني واشتغل بقى بايجابيه. احنا كان عندنا مشكله كابتن عادل ان احنا دايما حتى في المباريات اللي فاتت 1-0 وبعدين الريتم بيقل شويه وعندنا فرص للتهديف ما بنجيبش جوان، فبتجرأ الفريق بتدخل الفرقه الثانيه. طبعا ده على العكس معدل يعني الشوط الثاني ده معدل الاهداف اللي بتخش فيها بيبقى في الشوط الاول اكتر كتير قوي من الشوط الثاني. يعني زي ما انت بتقول عايزين نستغل الجزئيه ديت ان احنا ان شاء الله الضغط، ويمكن فيليكس كان بيتكلم على العمليه دي، لو بدانا الضغط بشكل جيد جدا وعندنا استحواذ الفرص بس اللي بتجي لنا تترجم اهداف. هل ده قصور من امكانيات الولاد في الحاله الهجوميه او تسرع او مش عايز اقول اهمال ولكن عدم جديه في ان واحد مركز 1000000% على الفرصه انه لازم يسجلها يا كابتن عادل؟ لا هي طبعا محتاجه تدريب، وطبعا التدريب مع لعيبه كبار ودوليين بالشكل اللي موجود عندنا كلهم على اعلى مستوى في افريقيا بتبقى محتاجه دايما عمليه متابعه وعمليه تكرار. فعمليه التكرار والكرات اللي هي بالعرض والكرات اللي هي بتسقط ما بين السردباكين والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي بقى محتاجه تدريب ومحتاجه تكرار. انت ما عندكش الوقت ده، وخاصة من بداية الموسم لحد النهاردة ما عندناش الوقت ده. الحتة التانية عملية التركيز وعملية البعض أحيانا بيبقى عنده فرصة إنه يجيب هدف، ولو بس يعني إدى بس لنفسه فرصة جزء من الثانية إنه يبص بس بالجنب كده هيلاقي زميله فاضي يروح لعبها له. فطبعا دي برضو الحتة دي أرجو إنها كولر أعتقد إن هو أكتر من مرة في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم هو بيتكلم على اهدار الفرص بشكل كبير، يعني اهدار الفرص وبعض برضه الحته اللي هي ان انا بوصل بعد ما بوصل لازم ارفع راسي، وزي ما احنا شفنا الجول اللي جبناه امام عاشور اللي لعبها الهاني لما وصل للاخر وراح ملعبها له بالعرض كانت رائعه جدا. الجول اللي هاني جابه كان في ماتش اعتقد سيراميكا يعني او ماتش المقاولين اعتقد كان ماتش المقاولين. هو خلي بالك ماتش المقاولين انا بتكلم معاك لما المقاولين. يكون في تركيز في ال 18 عندنا الكواليتي وعندنا الناس اللي تقدر تسجل بشكل او باخر، لكن في مشكله انا شايف ان عمليه تسرع شويه او في جزء عدم تركيز شويه وبالتالي فرص كتير بتضيع. هو عدم التركيز نتيجه ان انا ماتشات كتيره جدا وانا مش عامل فتره اعداد، الى جانب طبعا مش عايزين يعني نخوض في عمليات التحكيم. احنا في كل الماتشات اللي احنا ابتديناها من بدايه الموسم لحد النهارده كل ماتش يديك يا بينالتي يا جول ملغي. احنا شفنا في السوبر
جول لكهربا وضربه جزاء وبعدين الماتشات اللي بعديها ضربات جزاء، وطبعا كل دي امور الى جانب ان احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله مع رجوع اللاعبين، وطبعا انت شفت اللاعيبه الدوليين راجعين يعني يا دوبك تمرينه واحده صحيح، وداخلين النهارده يعني امبارح كان تمرينه والنهارده معسكر وبكره بيلعبوا، فطبعا دي كلها امور احنا متعودين عليها في النادي الاهلي، وبتمنى على اللاعيبه ان شاء الله ان كل واحد باستمرار يبقى باستمرار على طول في ودن زميله، على طول لما لقى زميلي في نوع من انواع عدم تركيز شويه ايه المانع ان انا اروح اكلمه، دي موجوده في العالم كله ان احنا كلنا بنكلم بعض ودايما يبقى فيه القياده دي هتبقى موجوده، وعمليه التركيز ان انا وانا نازل عامل حساب ان انا في 80 مليون بيتفرجوا عليا عايزين يستمتعوا عايزين ان انا اكسب حقيقة. انا مش 20,000 في المدرج صحيح، مصر كلها بتتفرج عليك، العالم العربي كله بيتفرج عليك، العالم كله بيتفرج عليك، يعني لا تدخر ذره عرق وذره تركيز، انت 90 دقيقه اللي انت بتشتغلهم ما بقولش انت بتلعب ده شغل بزبور. الشغل اللي انت بتنزله ده 90 دقيقه لابد يبقى تركيزك 100% بعد الماتش اعمل اللي انت عايزه، لكن بدايه المباراه لحد نهايتها لابد من التركيز والتركيز العالي، وابقى شايف زمايلي فين وكل تعليمات المدير الفني انا بعملها، بيقول لي ارجع ساعد مع زميلك ارجع ساعد مع زميلي. انا لما بشوف كابتن هاني على في الماتشات بيبقى لعيب مش قادر يتحرك وبتاع وبعدين يروح جايب جول، تبص تلاقيه راح عامل سبرنت 100 متر وشايل زميله، الله طب ما انت عندك هو يعني طب ما انت عندك الطاقه دي اهي. فان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي فاتت دي مش عايز احكم على اللعيبه، مش عايز اظلمهم لانه ما عملوش فتره اعداد، الخمس بطولات اللي احنا خدناهم الموسم الماضي اللعيبه ادت ومتعتنا وجابت اهداف وجابت خلي بالك يا كابتن الخمس بطولات بتوع الموسم اللي فات، ويمكن انا بقى يعني بعد نهايه الموسم انا توقعت ان الموسم اللي بعديه هيكون موسم اصعب، لان انت لما بتاخد خمس بطولات بتبقى مش مستحيل لكن صعب شويه انك تحقق نفس الانجاز في السنه اللي بعديها، وبالتالي كان في يعني كان في تحديات كبيره جدا، منها زي ما بنتكلم عدد مباريات كبير جدا، النادي الاهلي يعني كالعاده بيشارك في بطولات كتير، وبالتالي كابتن عمرو ده اللي عايز اتكلم عليه، انك الرساله الواضحه من خلال الدور التمهيدي وقبل الوصول للمجموعات انك بتكسب ب7-0 جورج سان جورج الاثيوبي، انا في اعتقادي بكره دي الرساله، انك ان شاء الله باذن الله لو قادر تكسب بسكور عالي جدا وانت قادر لازم تحقق ده. هو كابتن احترامي للي انا بعمله انا بجبره بالاحترام ان انا بعلي بدي له شكلين، شكل انذار شديد اللهجه للي هيقابلني ما بعديه، وانا بدي لنفسي انتعاشه ان المكسب بيجيب مكسب بعدد سكور كبير، في نفس الوقت ما بستقبلش، يعني احنا كنا بنربط في الكلام ده مهم. ان انا ما استقبلش وفي نفس الوقت اهدف، لو جات لي 10 فرص اجيب 9، يبقى انا عندي في الحته دي مهم جدا. يمكن كولر في الفتره اللي فاتت انا بقول ان هو عاد حساباته هو كولر نفسه كشخصي لعلاقته باللعيبه، اللعيبه تملي في وجود الربط اللي بيعمله مروان في وجود هاني والدبيس هيدي مهام كبيره لتاو والديانج، يمكن انت كابتن هاني قلت حاجه مهمه جدا، ديانج ما بقاش يديني 50-6 ولا 50-8، انا عايزه يديني 100% 8 وانا عندي مروان اللي هيعمل الدور ده، 6 بقت منحصره ما بين طرفين، ما بين كوكا وما بين مروان عطيه، ولو فكرت تدي لحد هتفكر في اكرم ان هو لعبها قبل كده من المنتخب الاولمبي. انت عندك التشكيل، عندك الاستحواذ، عندك الاسلوب، عندك الملعب، عندك البدايه الشرسه اللي بتقول عليها، اهم حاجه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان الجزء يسود اداء النادي الاهلي اللعب الفردي. مين اللي هيروح؟ لا ارجع تاني للشغل الجماعي اللي كنت بشوفه ما بين هاني وديانج وتاو، ما بين حسين والدبيس وامام، ده مهم جدا. كابتن عادل قال نقطه مهمه قوي، افشل ما بيبقى موجود بره بيقرا المباراه كويس قوي، بيعرف ينزل يبقى عارف هيعمل يعني بيها انت ايه. انت كمان يعني هنيجي لكل رؤيه فنيه بالنسبه للتشكيل لك كابتن عادل، وانت عم نشوف برضو فكرنا احنا طبعا ان كولر عنده التشكيله في دماغه محضرها بشكل كبير، لكن توقعاتنا للتشكيل، هل انت شايف من الاول قفشه يكون موجود؟ يعني هو قفشه كمان من اللعيبه المميزه جدا وعنده قدره على الاستحواذ، لان انت محتاج مباراه بكره انك محتاج استحواذ بشكل كويس في الملعب، تفضل انه يبدا المباراه ولا يكون عندك ورقه موجوده انك تستغله في الشوط الثاني بشكل افضل؟ قفشه بالتجارب بقى 4 سنين مع قفشه هو دايما بيبقى مميز جدا لما بيلعب الشوط الثاني، جزء من الشوط الثاني، لانه برضو في فترات
هو الجانب لازم نعترف بالواقع، هو الجانب الدفاعي عنده طبعا قليل شويه، لكن كولر بيحاول ان يزود الجانب ده عنده، لكن مش بالقدر الكافي. بتمنى ان احنا نلعب بثلاثه في وسط الملعب، والثلاثه يبقوا ليهم وظائف هجوميه. عمليه الانتقال من الكوره من تحت لفوق دي طبعا هتبقى مهمه جدا. البدايه من تحت، لما بنوصل للثلث الاخراني يا كابتن هاني، مفروض ان انا لو كهربا هيلعب او مودست هيلعب، انا ما بلعبهاش اي حاجه، لابد ان انا ابقى شايف الراجل فين، ويبقى في بيني وبينه حته الانسجام. هل هو عايزها على العرض القريبه، هل هو عايزها في مكانه، هل هو بيرجع بيهرب زي ما كان عماد متعب بيعمل، كان بيبقى واقف وبعدين في لحظه يروح واخد خطوتين بيهرب من المدافع. كل الامور ديت الى جانب طبعا احيانا بيبقى في ماتشات زي الماتش بتاع بكره، راجل بيلعب بخمسه واربعه، وممكن جدا تلاقي راس الحربه برده بيرجع في اوقات معينه. مظبوط. انا ما استعجلش ان انا لما بوصل للخط واروح رافع، ايه المانع ان انا ارجع تاني؟ يعني ما اعملش اوفر وتتاخد مني، لان الكثافه دي مش هتخليني. لكن انا بشوف ان حارس المرمى عندهم في ضعف شديد، يبقى هناك طرق للتسديد من ده مهم برضه، عامل التسديد مهم بره 18 الى جانب طبعًا. يا كابتن اول ما بوصل للثلث الاخراني لابد ان انا اقف وارجع تاني، وبعدين اعمل عمليات الاختراق، تبقى اخد ضربه جزاء وهكذا. طبعا مهم جدا، وزي ما بنتكلم احنا دايما سبورت لفرقتنا بجميع الاشكال، لكن احنا شايفين كمان الفتره الجايه، وانت اتكلمت يا عمرو، ان كولر بدا يراجع شويه حساباته، و هنبدا ينظم كمان، لان انت اتكلمت في اكتر اعتقد 5 أو 6 ماتشات لغايه يوم 2 ديسمبر. الجزئيه دي لازم تدار بشكل يعني فيري بروفيشنال ودقيق جدا جدا، عشان احنا الحقيقه يعني لازم نحقق ان شاء الله باذن الله نحقق نتائج ايجابيه في كل المباريات اللي جايه قبل كاس العالم للانديه، لان كاس العالم للانديه انت ما بتروح بمعنويات عاليه كمان، وانت هتلاعب فريق كبير، ده كمان شيء ايجابي. ازاي نشتغل على ده؟ عمليه الروتيشن تاني، هل هيرجع لها كولر من خلال روتيشن كتير، ولا هيبقى شويه تثبيت في التشكيل خاصه في خط الظهر؟ يعني انت رؤيتك برضو عمرو ازاي، او ايه النقط اللي كولر بدا يعيد حساباته فيها؟ يعني بص يا كابتن، الفتره اللي كان كولر شغال فيها في اول الموسم، مباراه المقاولين عمل روتيشن في 9 لعيبه، ما فيش باستثناء غير 2 لعيبه، امام وعبد المنعم بس ماتش المقاولين. بعد كده في ماتش سيراميكا بقوا 7 لعيبه، بعد كده في ماتش الجونه 5 لعيبه. اعتقد ان المعدل بيقل، هتلاقي في الاخر روتيشن في 2 لعيبه، يا اصابه يا قل التركيز في الملعب، يعني هو مش هيفكر اكتر. الشناوي الربط اللي ما بين رامي وياسر، هو بيختار حاجه معينه حسب شكل المباراه، بيختار ياسر لمهام معينه وبيختار رامي لمهام معينه. مع ان انت على الجانب الثاني محمد هاني اكرم توفيق برده كان فيها روتيشن، بس في حاجه كابتن، الروتيشن بتاع اكرم وهاني كان بعيد قوي. انت كنت اكرم مادي في مباراه سان داونز اكثر من رائع، لقيناه بره خالص، مش موجود في المعسكر في مباراه الجونه. انت اديت لهاني، انت دلوقتي هاني كان في المنتخب، هاني رامي عبد المنعم الدبيس، عشان انت اطمنت في ال 13 دقيقه ولا 14 دقيقه اللي انت اديتهم له في مباراه الجونه، وقبل كده كمان كان بيأدي كويس جدا. مروان انت حسيت ان هو رجع وادى اللي هو عايزه، ورجع لك الثقه انك تبني معاه الشغل. صحيح. ان طريقه لعبك 4-1-4-1. امام والمهام، هو عارف هياخد من امام، يمكن امام في الفتره اللي فاتت كان تركيزه، وشفنا لقطه ليه وهو بيضحك معاه وبيلعب له في شعره وهم اثناء التمرين، يعني رجع تاني الانسجام اللي ما بينه وما بين امام واللعيبه كلها، بقى في قرب للعامل النفسي. قالوا ديانج بمهام معينه مع بيرستاو عشان يشتغل الجنب اليمين اللي بيستفاد بيه النادي الاهلي. الجنب الثاني حسين، هل الربط ما بين حسين والدبيس في وجود امام؟ انا عايز منك شغل معين، الجزء الجماعي وارتفاع معدل الاداء البدني للنادي الاهلي اللي هو قل الفتره اللي فاتت، باين قوي ان هو علاه في فتره التوقف اللي فاتت دي. رضا سليم عن طبعا ان شاء الله يرجع بالف سلامه، اصابه يعني طولت شويه، لكن يعني لعيب مميز جدا، هل مأثره شويه على الجزء الهجومي، خاصه ان حسين كمان بكل امانه مش كبدايته، يعني برضو الكيرف بدا يقل شويه. بيرستاو شفناه في مركز راس الحربه بشكل او باخر، طاهر محمد طاهر، بنشوف احمد عبد القادر. الجزئيه اللي قدام دي مش شايف ان ممكن جدا عندنا شويه تثبيت في الافراد شويه، ويبقى الروتيشن فيها قليل، اللي احنا بنشوف لعيبه كتيره جدا في الجزء الامامي. يعني انت الروتيشن يا كابتن في الجنب الشمال، رضا سليم وحسين وعبد القادر، انت مجرد ان التركيز والروح المنافسه دي، المدير الفني هو الكسبان، ان هيشوف من الثلاثه شيء ايجابي جدا، شيء اكتر واحد فيهم ايه. اول مره اتعور حصل فيه هدوء عند حسين وعبد القادر، الكم اللي انت بتنزل تاديه بادائك اللي احنا عارفينه قل،
فانت المفروض هترجع لده تاني مع زياده امام، مع التسديدات اللي حضرتك اتكلمت فيها انت والكابتن عادل، امام وديانج ومروان، استغل كولر اثناء المباراه على الورق بيتكلم 4-3-3، واول لما بيشتغل بعد 10 دقائق وبيجس محتويات المباراه شكلها ايه، بيحول طريقه اللعب ل 4-1-4-1، وانت ضاغط بتوصل اللعب ل 2-3-4-1. الكثافه الهجوميه اللي موجوده اللي تحت كهربا او مودست مهم جدا، القدمون المنخلف غير مراقبون، لازم النادي الاهلي يستغل دي كويس قوي. ولو مودست جاهز استفاد بالفتره الاعداد اللي انت عملتها، ممكن ما يكونش موجود، ممكن نرجع تاني للفكره اللي كان قالها عليها كولر، انا جات لي فكره مجنونه فديت لكهربا ايام التوقف اللي هو 457 يوم دي، رجع تاني وحشاه وحشاه الملعب، تركيزك في التمرين، الربط ما بين اللعيبه كلها في وجود كهربا هيبقى بشكل، ويمكن انا مقتنع ان كولر هيبدا بكره بكهربا تحتيه امام ومروان وتاو وحسين وديانج، والاربعه اللي ورا هم هم بس، درجه التركيز تزيد، عشان انا على قد ما بهدف ما عنديش استعداد استقبل عشان ادخل نفسي في فكره معينه او اسلوب وابتدي هاجم من الاول وجديد، لازم يبقى عندي البالانس الربط ما بين الطرفين، درجه تركيزي 100% دفاعيا وهجوميا 1000000%. طيب كابتن عادل، نفس رؤيه عمرو كده بالنسبه للجزء الامامي وبالنسبه لخط النص، انت اتكلمت على خط النص ومهم جدا يكون عندنا خط النص، اللي انا في رايي ان يمكن حالته الدفاعيه في الفترات اللي فاتت ما كانتش على اعلى مستوى، ايه الادوار اللي انت شايفها بالنسبه تفضل محمد هاني اكرم ناحيه الشمال، الدبيس طبعا هو المرشح الاول لان عندنا اصابه لعلي معلول، شايف التوليفه بتاعت بكره او التشكيله من وجهه نظرك المثاليه في البدايه، لان اكيد التغييرات هتكون طبعا موجوده والكروت اللي موجوده على الدكه لازم هيكون ليها دور يعني. في البدايه لما كنا بنلعب بثلاثه في وسط الملعب هتشوف عدد الاهداف اللي احنا جبناها وعدد الاهداف اللي دخلت فينا، هتبص تلاقي الموسم اللي احنا خدنا فيه 5 بطولات هتبص تلاقي 4 اهداف داخلين فينا اعتقد طول الموسم، يعني لعبنا 13 مباراه ما دخلش فينا اظن يمكن صحيح. هدف او كده. في حاجه ثانيه، النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا، اولا الراجل عامل تثبيت تشكيل العمود الفقري مثبته، بتكلم على الشناوي منعم، الشناوي منعم علي معلول هاني، وبعدين الجزء اللي بيتغير ياسر او اللي جنب او رامي منه، وبعدين على طول بيلعب بثلاثه في نص الملعب، وبعدين تغييراته كلنا حفظناها في الدقيقه 60 65 بيبتدي يدفع بطاهر، يدفع بقفشه، يدفع بحسين اذا ما كانش ابتدى حسين، انا برضو حسين لما بيلعب في الشوط الثاني بيبقى افضل. فالراجل عامل العمود الفقري ثابت، التغييرات كلها بتبقى حاجات بسيطه كده، يعني كهربا وبعدين ما كانش ادى لصلاح في سان داونز هناك، طبعا صلاح كان يعني الماتش كان الشوط الاولاني بالذات كان الجانب الدفاعي كان طاغي، وعاملين ماتش كويس جدا 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 هناك، واحنا شفنا الوداد وشفنا سان داونز، وانا دايما مقتنع سان داونز بيلعبوا كوره جماليه لكن بعيد جدا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يكسبهم في اي وقت لو انا الفرصه متاحه بالنسبه لي. فانا الراجل عمل من اول حراسه المرمى خط الظهر ما اعتقدش انه يغير، ولما بيغير هاني مع مكان اكرم، هاني دولي واكرم دولي الاثنين ما لهمش غبار، انا بتكلم الاثنين مستواهم، عشان كده يا كابتن انا الملعب انا يوم السبت والعب الثلاث وهاني جاي من المنتخب، ما دي بقى النقطه، جاي من المنتخب هو على فكره علق عليها قال لك بيبقى عندي مشكله كبيره جدا، ما يعني مدربين في اوروبا ما بيواجهوش المشكله دي ليه؟ لان الاماكن كلها جنب بعض، يعني التصفيات كلها موجوده في اوروبا، وبالتالي وياخد طياره خلال ساعه بيروح يرجع انجلترا او يروح اسبانيا او يطلع لالمانيا ما عندهمش مشكله، لكن بالنسبه لافريقيا يعني المسافات بعيده جدا، وانك بتسافر سفريه طويله جدا جدا وبترجع ما بيكونش عندك غير يومين ثلاثه عشان تبدا تاني تخش لمباراه او تحدي على المستوى المحلي او الافريقي، هو عانى من دوت وقالها في المؤتمر. هل ده هيأثر على فكره بالنسبه للعيبه المنتخب ان انا لا ده جاي من المنتخب ممكن جدا يكون لا اريحه في حته ثانيه يا كابتن مهمه جدا، الماتش اللي فات الماتش بتاع سيراليون هاني اتظلم ظلم باين، ما كانش في حد بيدافع معاه، لا زيزو بيدافع معاه ولا محمد صلاح بيدافع معاه، فكان دايما 2-3 رايحين عليه، ودايما كنا بنشوف الفريق سيراليون مضيع 3-4 اهداف من الجانب اليمين، لان هاني كان بيروح عليه 2-3
في توقيت واحد. انا بتكلم عليه ممكن يبص لهاني ان هو عنده شويه ممكن يكون مجهد مثلا مجهد من طبعا. الرحله مجهد من المباراه اللي كان عليها ضغط شويه خاصه في الشوط الثاني، فيفكر شويه ان لعيبه المنتخب ممكن او جزء من لعيبه المنتخب ممكن ما تكونش موجوده بكره. عمرو ولا لا 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 هو يمكن مختلفة. هاني غير في اخر ربع ساعه بعمر كمال لا هيشتغل هاني عشان الضغط كان من نمره 7 ومن نمره 15 بتوع فرقه سيراليون. هو عنده اكرم في حته معينه، عنده كريم فؤاد ادى الماتش اللي فات في اخر المباراه اداله في مباراه الجونه اداله باك رايت. المشكله مش في كده يا كابتن هاني، المشكله في الشغل. انا عايز اشتغل يعني ممكن اشتغل بهاني مده زمنيه واعمل غيار. دكه النادي الاهلي بقى دلوقتي في كلها نجوم او بدلاء النادي الاهلي يقدر يتحكم في المباراه زي ما هو عايز، عنده واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه كمان. يمكن هو بيوصل زي ما الكابتن عادل قال في الدقيقه 65 لغايه الدقيقه 70 بيغير على مرحله واحده، ثلاث لعيبه في اثنين لعيبه لو محقق المباراه وجايب الهدف اللي بيدور في دماغه الهدف ثلاث اربع اهداف اقدر اغير واخرج من المباراه لبره الامان. هي الحته اللي في السيده الموقف بالنسبه للشارع المصري هو ليه الروتيشن الكتير؟ هو الراجل بيوصل في الاخر لعدد لعيبه معينه بالتزام عشان اوصل كاس العالم ب 11 لعيب او 15 لعيب يادوا. الموسم اللي فات يا كابتن هاني لعب 65 مباراه، الموسم ده هيبقى 85 مباراه، يعني الضغط وال 85 مباراه 85 مباراه عدد كبير قوي قوي يعني اذا كان 65 وكنا تعبانين 85 يعني بنحمل ب 20 مباراه كمان في فتره انك بتجمع ما بين الارتباطات الدوليه وافريقيا ومحليا وكاس مصر لسه بتاع السنه اللي فاتت لسه هيتلعب الفتره اللي جايه ضغط. فلازم الفتره دي يكون درجه الاستشفاء بتاعت لعيبه النادي الاهلي على اعلى مستوى، اللعيبه نفسها تبقى عندها احترافيه ازاي رايح نفسي بنفسي اعرف اشتغل كويس. عندك بطوله كمان بطوله السوبر المجمعه المستحدثه جديدا هتتعمل في الامارات كمان، ده مباريات او يعني كمان بطوله، واحنا النادي الاهلي اي كل ثلاث ايام بيخش لازم يعني ان شاء الله باذن الله لازم يكون بطل هذه البطوله او امنيات وطموحات النادي الاهلي كده. فانت الضغط المباريات ضغط البطولات انت بتتكلم عدد على فكره 85 مباراه في السيزون ده عدد كبير جدا 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 يعني ما هو فلازم يبقى عنده السكواد جاهز. بالظبط عندي كم يعني احنا حسبنا الكوره دلوقتي 34 لاعب الموسم اللي فات شاركوا قبل كده كنا بنعترض ونقول موسيماني عنده 14 بس، ده هو شارك ال 34 وبقى في تدعيم. يعني الجزء اللي بيحصل بيه ربط ما بينه وما بين كارلوس برينجير ان هو بيختار له عناصر من الناشئين تخش، يعني شفنا معتز محمد شفنا رشدان بقى عنده كم ممكن اوصل لل 40 لاعب واللي راجع من منتخب 2005 واللي راجع من محمد عبد الله واللعيبه اللي موجوده اقدر اوصل ان الكم اللي موجود ده اقدر اوظف لعيبتي واديها الاحساس ان هي تبقى موجوده من ال 11 الاساسيين في لعيبه النادي الاهلي. هو ده السؤال اللي هروح بيه للكابتن عادل، ازاي وحضرتك كنت مدير فني ازاي بتعمل البالانس دوت؟ ازاي توظف كل اللعيبه اللي عندك في اوقات عندك ضغوط مباريات كتيره جدا ولكن كالعاده قدر النادي الاهلي انك مطالب بالبطولات، غير انك مطالب بالبطولات مطالب كمان باداء جيد، فعمليه المعادله ديت ازاي؟ عندك ماتشات كتيره جدا، عندك سكواد لازم يلعب كويس وكمان النتيجه تكون ايجابيه وتكسب بطولات. الحسبه دي تيجي ازاي خلال الفتره الجايه بالنسبه لكولر يعني؟ بتيجي بالعلم يا كابتن. الاجهزه اللي محطوطه في الظهر واللي موجوده القياسات البدنيه والنواحي كمان النفسيه ممكن وتجريد قد ايه وكل الامور دي طبعا ما كانتش موجوده في على ايامنا. لا طبعا دلوقتي موجوده في النادي الاهلي قيس النبض بس احنا على ايامنا فعلا كنا قيس النبض بس واحنا كنا بنعمل التيست كروس دوت الجاري فكان بيقيسوا النبض بس نبضك وصل قد ايه يعني ما كانش عندنا لسه الاجهزه دي الحقيقه يعني. وطبعا الاجهزه دي طبعا الراجل بتوفر كتير جدا طبعا. اولا الراجل وصلنا لمرحله زي ما بيقول عمرو 34 لاعب كلهم بيلعبوا، فدي معناها ايه؟ معناها ان الراجل ده بيشتغل علمي جدا، وبعدين عمليه التغيير بيتغير ان انا عارف ان عادل هيديني 60% 60 دقيقه هيديني 80% بعد كده الكيرف بتاعه بينزل نتيجه ايه؟ الساعه الحيويه والحاجات اللي احنا مش عايزين ندخل الجمهور فيها. أيوة. يعني مش بتاعتهم بتاعت الناس اللي شغالين في المهنه يعني. فطبعا الراجل بيغير بالشكل ده وما خلاش فيه 14 لانه اول ما جه النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي بيلعب بطولات كلها وكلها مطالب بيها ان هو ياخدها ويستحوذ عليها مع اداء مع نتيجه. وصلنا ان هو عمل الروتيشن ده عمل على اعلى مستوى هو وصل اللعيبه انها تفهم هذه الثقافه وقال لك انا لما جيت وبعمل الروتيشن لقيت في شويه يعني اللعيبه مش فاهمه لكن دلوقتي خلاص العمليه بقت واضحه
ان كل السكواد الموجود في اي وقت ممكن تعالى كريم العب حسين اقعد شويه هتلعب الشوط الثاني انزل قفشه او ابدا قفشه تلعب رامي لا ياسر هاني اكرم دبيس علي معلول فخلاص المجموعه كلها عارفه ان في اي وقت وفي اي مباراه ممكن كل اللعيبه تكون مستعده بشكل جيد للمباراه يعني الروح اللي بين اللعيبه لما انا اقارن ما بين هاني واكرم النهارده اكرم بيلعب بكره هاني بيلعب يوم الثلاث صحيح هاني يلعب يوم السبت اللي بعديه العمليه دي بيبقى فيها روح من جميله ويقعدوا مع بعض ويبقى دايما في عمليه مش تنافس ده تنافس لصالح الفرقه مش تنافس فردي انا بتنافس مع هاني او انا بتنافس مع اكرم لا احنا بنتنافس عشان كل واحد فينا مصلحه الفرقه طبعا يؤدي اقصى حاجه لفرقته وبالتالي انا النهارده لما يكون عندي اكرم ويبقى عندي كريم ويبقى عندي هاني في المركز ده فطبعا وخالد وكذلك في الجنب الشمال في وسط الملعب انا بتوقع ان عمرو السوليه ممكن جدا يكون ليه دور بكره الله اعلم لان الراجل برده في الماتشات اللي زي دي بيحتاج للخبرات وما فيش مانع ابدا ممكن يدخل شويه ناس كانت بعيده بس لما يكون على الاقل يمكن النتيجه مطمئنه كسبان 3 كسبان 4 ده اللي انا بقوله وكاتي يعني ممكن جدا عمرو بكره ياخد ثلث ساعه ينزل في الدقيقه 65 بس تكون النتيجه جيده يعني شويه لان عمرو برضه في وسط الملعب الى جانب ان هو قيادي في الملعب بيكلم زمايله ودايما بيبقى دايما بيبقى على طول بيحفز زمايله في كل الامور وفي كل الاوقات عمليه الريتم زي ما حضرتك تفضلت الريتم في الملعب مهم جدا ازاي امتى اسرع الريتم بتاعي وامتى اهدي وامتى يبقى في عمليه التركيز ومجرد ما يبقى الهجمه بتنتهي بقف الشناوي فلان على طول في وسط الملعب يبتدي افكر زميلي انت النهارده يا تاو لما تستلم الكوره انت بتشق عشان ايه عشان هاني او اكرم يطلع اديها لفلان عشان يحطها له لما انا انسى كلاعب ممكن جدا انسى او تركيزي ما يكونش موجود معايا على طول انا في ودانه خد بالك الحته دي عايزين نكررها الامور دي كلها الراجل نجاح بنسبه 100% الموسم الماضي انا بختلف معاه في حته ماتش الجونه أو مش بختلف معاه يعني هو ليه وجهة نظر يعني خلي بالك بس عاد يعني زي كل الناس بيكون عدم توفيق شوية في مباراة كان ليه رؤية بشر يا كابتن ليه رؤية معينة ما تنفذتش فالنتيجة خرجت كده على فكرة كنا كسبنا الجونة ما كانش حد نص الملعب اللي فرق معانا طبعا ماتش الجونة نص الملعب اللي فرق صح فرق معانا بس لولا كده احنا نكسب الجونة في أي وقت ونكسبهم بالعدد يعني طبعا احترمنا الجونة عملوا مباراة كويسة ده يعني عملوا مباراة كويسة خلينا نتكلم المجموعه بتاعتنا مجموعه انا شايف ان المجموعه مش سهله يعني انت عندك ماتشين ان شاء الله بكره باذن الله يكون مباراه في المتناول لسه عندك شباب بوليسداد وعندك يانجز افريكانز التنزاني شايف ازاي يعني احنا ان شاء الله باذن الله نتصدر المجموعه مين اللي هينافسنا او مين اللي هينافس على المركز الثاني هل يانج افريكان التنزاني هل شباب بوليسداد ممكن تكون هي السباقه في تكون في المركز الثاني مع النادي هيبقى شباب بوليسداد الاقرب يا كابتن شمال افريقيا بيبقى عندهم حاجه معينه وجزائريين هيبقى في فكر معين ليهم النادي الاهلي لما هيأدي الاداء ده هيدي الانذار شديد اللهجه لكل اللي موجودين معاه في المجموعه في نفس الوقت هم هيلعبوا نفس المده بكره قبلينا او النهارده باين لعبوا النهارده شباب بوليسداد لعب النهارده الساعة 9 الساعة 9 المباراة يا ريت تقولوا لنا النتيجة بالظبط مباراة النهاردة كانت النهاردة الساعة 9 بالظبط ايا كان مين انا بفكر ان انا ابقى اول المجموعة بتاعتي اللي موجود بقى يتقاسموا ما بين يانج افريكانز او شباب بوليسداد انا في الاول والاخر افكر في نفسي اولا شباب بوليسداد كسبان 2-0 انا قلت لحضرتك يا كابتن هو هيبقى الاقرب للنادي الاهلي يانج افريكانز فريق طبعا. كويس قوي يعني ما هو كابتن انا بفكر دلوقتي في الملف الاول في مباراه بكره ميدياما الغاني حققت المسافه ما بين ده والماتش الثاني يوم السبت اسبوع بالظبط اسبوعك ده هنا في المباراه الاول مجرد ان انا كسبت خلاص بوصل نفسي ان انا ادائي واستمراريتي زي ما الكابتن عادل قال وضغط المباريات انا عندي السبت بكره ميدياما الغاني يوم الثلاث سموحه يوم السبت يانج افريكانز الضغط ده كله على لعيبه النادي الاهلي اختار مين هي دي الثقافه اللي اللعيبه لازم تعرفها الربط ما بينهم هو محضر من دلوقتي او هو شايف حاطط سيناريو للماتشين ثلاثه اللي جايين ان انا هبدا مباراه بكره بسكواد كذا 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 وعندي يوم الثلاث كذا وعندي يوم السبت كذا يعني وعندي يوم الاربع زد كذا وبعد كده عندي المباراه اللي بعدها بفكر في ده كويس ان هو بيفكر لشيء بعيد المدى بس هو حاطط سيناريوهات للمباراه كل مباراه في ملعبي ليها شكل هتبدا ببكره
ماتشات الدوري كلها هعرف اخد من اللعيبه عشان انا خلاص عارف او قريت او عندي خبرات من الدوري المصري اشتغل عليه ازاي. كولر انا قلت لحضرتك كابتن في الاول رجوعه لنفسه، انا نيته في حديثه رجع تاني، كولر قرب من اللعيبه، رجع اللي كان بيلعب مباراه السوبر مع نادي الزمالك، قربه للجماهير، اللعيب اللي بيحتاج منه حاجه معينه اعاده معاهم نفسيا، الشغل اللي هو محتاج تصحيحه داخل الملعب في الجماعيه، اعتقد ده كله الاداء والاسلوب اللي احنا شفناه فيه لعيبه المنتخب هو ناتج من لعيبه النادي الاهلي اللي ظهروا بالمستوى، اذا كان منعم ولا هاني ولا الشناوي ولا مروان، ادوا طمأنينة للعيبة النادي الأهلي إن ارتفاع مستوى أداء لعيبة النادي الأهلي ظهر بالأداء الرائع اللي شفناه في مباراة المنتخب الاثنين اللي فاتوا. على مستوى خلينا نتكلم برضو دقيقتين ثلاثة كده على وجهة نظركم، اتكلمنا عن النادي الأهلي، خلينا ناخد رأيكم في المنتخب المصري خلال الجولتين اللي فاتوا. رغم طبعا يعني المنافس ما كانش على المستوى المطلوب، لكن نتيجة جيدة 6 نقاط في بداية المشوار التصفيات كأس العالم. عايز اخد رأي الكابتن في المنتخب المصري، شفته ازاي الماتشين اللي فاتوا، ماتش جيبوتي وماتش سيراليون؟ هي الحسنة الوحيدة 6 نقط، ده الحق يعني، هي الحسنة الوحيدة الحقيقة. لكن طبعا احنا كلنا الشعب المصري ذواق، بيفهم في الكرة كويس قوي، ويعني عشقه الأول والأخير كرة القدم. فريق جيبوتي طبعا فريق مع احترامنا للفريق، فريق متواضع جدا، مش متواضع، اقل من متواضع ده حقيقي. فريق سيراليون مين نجم المباراه؟ الشناوي نجم المباراه، الشناوي صحيح شايل 4-5 اهداف مؤكدين. مفروض ان انا احيانا في بعض اللاعبين انا بلعبهم في غير اماكنهم، يعني زيزو انا بلعبه في مكان مش المكان بتاعه، وبالتالي يبقى هناك لو انا بلعب فرقه جامده يبقى هناك قصور. طبعا زيزو لما بيلعب في مكانه طبعا بيبقى يعني رائع جدا ومحدش يعني خلاف عليه اطلاقا. يعني الاداء بتاعنا في ماتش سيراليون اعتقد ان هو يعني ما كانش جيد. الفتره التوقف اللي موجوده ديت يبد يبقى في تنسيق ما بين المنتخب وبين لجنه المسابقات وبين الرابطه، بحيث ان يبقى هناك في الفترات اللي انا هيبقى فيها توقفات ما يبقاش في اصابات. انت لما بيكون اهلي وزمالك وبيراميدز بيلعبوا ماتشات مضغوطه مفيش شك وانا رايح افريقيا هيبقى فيه اصابات، الاصابات دي هتنعكس على المنتخب، وبالتالي يبقى فيه نوع صحيح من انواع التنسيق علشان انا رايح المنتخب وانا رايح بكامل طاقتي وكامل قوتي واللعيبه تبقى مش مجهده. الكومبيتيشن او المنافسه في بطوله افريقيا هتكون صعبه جدا في انديه او منتخبات على مستوى عالي، لكن دايما والطموحات على مستوى اللاعبين وبيتكلموا ان احنا ان شاء الله باذن الله نكون مرشحين ونوصل وناخد بطوله افريقيا، بطوله الامم الافريقيه. عمرو رؤيتك سريعا في الماتشين بتوع جيبوتي وسيراليون. زي ما الكابتن عادل قال لك 6 بونت، يبقى هو روري فيتوريا بيكمل التارجت بتاعه، حقق كل المباريات فيها مكسب باستثناء ماتش تونس. لسه الاداء ما اقنعكش؟ يعني اداء منتخب مصر بنكسب، لكن الاداء ان انت مبسوط وانت بتتفرج لسه ما وصلكش؟ هقول الحسنه الوحيده هو مباراه الجزائر اللي ادتني انطباع ان لعيبه مصر نفسها اما بتلتزم بتادي. ماتش سيراليون كان ممكن من الاول ربع ساعه مصر تستقبل 4-5 اهداف، 4-5 اهداف، الربط ما بين اللعيبه وبعضها. خلي بالك برضو ارتفيشال الملعب كان نجيل صناعي، انا عارف اثر يعني كابتن، طبيعي ان انا هروح، يبقى انا عندي هنا في مصر اعمل ملعب بنفس المواصفات، اتمرن على حاجه زي دي بنفس الاسلوب ده، مش هروح اتمرن هناك ويبقى الموضوع بالنسبه لي تمرينتين قبل المباراه مفاجاه بالنسبه لي. صحيح. وعدد اللعيبه الروتيشن اللي هو عامله برضو فيتوريا مين؟ جبر احمد سامي، يعني علي احمد سامي، هاني عمر، فتوح، محمد حمدي، مروان المكسب في مباراه سيراليون والاداء اللي ظهر بيه، زيزو هو الجنب اليمين بتاعه زي ما كابتن عادل قال ما بيعملش الجزء الدفاعي مع هاني عشان يدي حريه لصلاح ان يشتغل تحت الفيرود، وصلاح كان شغال فيها صانع الالعاب في مباراه جيبوتي ومباراه، كان هو قايم بدور الهداف في مباراه جيبوتي وكان قايم بدور صانع الالعاب في مباراه سيراليون. تريزيجيه ومرموش هو بياخد من ده، ومرموش يمكن في الدوري الالماني وحضرتك عارف يا كابتن انه بيلعب راس حربه، بيشتغل في وقت من الاوقات لو هيغير مصطفى محمد بيحط مرموش راس حربه. الاداء مرضي للسته بونت، اداء مقبول جدا. النتيجه بالزبط كانت طبعا، وده في اعتقادي مهم جدا ان انت بدايه المشوار على مستوى تصفيات كاس العالم 6 نقاط اول مباراتين، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في الفتره اللي جايه. كابتن عادل بنشكرك، شكرا جزيلا، شكرا كابتن، نورتنا وشرفتنا.
عمرو بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.